الست اللي بتكشف جوه كانت حاطه على راسها طرحه ولابسه نقاب. ايوه فيها ايه يعني؟ ولا هي حاطه طرحه ولا لابسه نقاب؟ قلعي. لازم تقلع. الله يعني هتكشف بهدومها؟ هتكشف في اوضه المكتب. ايه ده؟ فين الست اللي كانت هنا؟ دخلت للدكتور. دخلت للدكتور؟ للتكسودة. استرها معانا. كملت. ربنا معاك يا توبه يا اخويا. امال اللي انا بحس بيه ده يا دكتور ايه؟ عادي يا فندم، مفيش اي حاجه خالص ان شاء الله. مفيش حاجه خالص؟ ازاي بقى؟ ده انا متضرره يا اختي على طول، وطول الوقت حاسه ان انا مغاصه وموجوعه، موجوعه قوي. حضرتك هتمشي على العلاج ده ان شاء الله، وباذن الله هتبقي كويسه جدا ان شاء الله. كده يا اخويا من غير ما تكشف وتشوف؟ ان شاء الله بعد ما تشوفي العلاج ده حضرتك وتعملي التحاليل المطلوبه نبقى نعمل سونار ساعتها ونبقى نكشف ونشوف. يعني انا هفتح البتاعه دي؟ ان شاء الله. والنعم، انا قلت راحتي على ايدك يا دكتور. الشافي هو الله يا فندم. لا مؤاخذه يا حبيبتي، ما انت برضو ست زينا وفاهمه عن ايه وجع ومغص ستاتي. ولا انت يا اختي ما دخلتيش دنيا ولا رجل بره ورجل جوه؟ نعم نعم الله عليك يا حبيبتي، شكلك كده يا اختي لسه ما دخلتيش دنيا، بكره يا اختي تغرزي زينا ودكتور عمر هو اللي هيريحك. طيب بالاذن انا بقى، انا سامع حاجه بتزن، يكون البتاع ده. البتاع ده يا اختي ولا بيزن ولا بيطلع اي صوت اصلا. ونشوف حضرتك بالاستشاره ان شاء الله. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. هنشوف. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. الباب لبره يا فندم بعد اذنك. حاضر. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامة. تبنا إلى الله. إنما إيه المفاجأة الجميلة دي؟ أتاري العيادة منورة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. عمر. نعم. إيه البنت اللي كانت قاعدة دي هنا؟ يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا حبيبتي. أنت عارفة حبيبتي دي عيادة، والعيادات يعني بتبقى بتلم. أنت عايز تفهمني إن البنت دي مريضة؟ طبعا. دي بشع. حصل. فولجير. مظبوط طبعا. كده مش عارفة هي. طبعا يا أهلا وسهلا. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ ما تسيبك منها وقولي ايه بقى سر المفاجأة الجميلة دي؟ يا أهلا وسهلا. زواج مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. الف مبروك يا غازي، الف مبروك. مبروك يا دكتورة. الف مبروك. مبروك يا دكتورة، جوازة سعيدة إن شاء الله. مبروك يا دكتورة. الله يبارك فيك. يا مرتضى مبروك عليا أجمل عروسة في الدنيا. مبروك علينا إحنا الاتنين. عمر أنا مكسوفة قوي يا عمر، أصل ما أعرفش حد هنا. ولا تتكسفي خالص، دول زمايلي ولازم أبارك لهم. طب مش كنت تقول لي يا عمر، كنت عملت حسابي كده برضو. تعملي حسابك في إيه؟ أنت زي القمر كده، زي القمر، زي القمر. بعد إحنا مش هنطول، يلا تعالي. اتفضل تعالي. مبروك يا غيث. اتأخرت قوي. معلش الظروف هبقى احكي لك بقى بعدين. مبروك يا اخت صفا، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ميرسي يا عمر، عقبالك. ايه؟ لامار خطيبتي. انت لحقت؟ الف مبروك، الف مبروك. ميرسي. الله يبارك. 114. اتفضل يا عمر، اتفضل. 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 مكانش ليها لازمة الكلمة دي يا غازي. عادي بهزر، وبعدين عمر واخد على كده. صاحبك شبك مع واحدة جديدة في لمح البصر. ابن المحظوظة، أنا عارف بيجيبهم منين؟ ده ما فيه ماتش. على فكرة اللي قال ان الدوفر ما يطلعش من اللحم هو انطقي، عشان انا عندي طلع من اللحم. بس انا كان عندي ابن واد زي القمر ودمه خفيف، بس اختلفنا سوا،
اختلفنا عشان هو بيقول ان انا ضيعت ورثه على الحلس، لكن انا ايه انت ايه؟ انا فعلا ضيعت ورثه على الحلس، بس فريدي حتى ضيعته على يوم يتخلى عني ويسيبني. هو انه اللي اغلى، ان الفلوس ولا اللابتوب ولا الاب؟ الفلوس طبعا. تصدقي ان انت واطيه؟ مش بجيب لك من الاخر. ايوه من الاخر، كل اول ولو اخر. انا في الاول ضيعت فلوسه وفي الاخر. في الاخر تفتكري لسه في العمر اللي يخليني استناه؟ خلاص انت يا دوبك فرت الكعب وتفلس عنه. قومي يا كلب قومي. ليه ان شاء الله؟ قلت ايه انا بقى علشان في الاخر اشرب عليه ميه بعد كل وجع الدماغ ده بذكريات حكاياتك؟ تقول لي قومي بلوشي ايدك على القبايك بقى علشان نبلع. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. هو في ايه؟ تعالي بس امسكي. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. ايه رغي بقى؟ ممكن اطلب منك بقى طلب؟ أمرني بس العين هنا مفتحة قوي مش هعرف. يا بنت ما تبقيش سافلة، مش اللي في دماغك. مجاني طوز مني ايه؟ احكي لك حد؟ لا بصي ايدك خليكي قاعدة معايا، بس انا ما بحبش الوحدة كده. يبقى حاضر. قفشتك يا جميل يا ابو الشقاوة. يا بنت انت جبلة، مش بقول لك قومي مش الصبح وانت مصممة، قومي مش طايقة تجري. ماشي. ازيك يا انكل حافظ؟ انا هسبقك وانت هتحصلني صح؟ اكيد طبعا. العنوان سهل ما يتوهش، وانت حفظته؟ لا طبعا، قبيلة بني خزاعة، سهل جدا. اسيبك انا بقى. لمار. ايه عمر؟ ولا حاجة خلاص. انت كنت عايز تقولي حاجة؟ كنت عايز اقول حاجة، كنت عايز اقول لك انك هتوحشيني. عمر لو كنت قلقان انت ممكن تفكر تاني، ولو على بابا انا ممكن اقوله اي حاجة مفيش مشكلة. يا بنت تبخي دي، يا بنت خنوق. ارجع فين تاني؟ خلاص ما اتفقت مع الراجل، عايزين نرجع تاني يقول عليا ان انا برجع في كلامي. خلاص اتدبسنا بقى واللي كان كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتدبست خفيف كده. اصلا انا خايفه من المشاكل قوي. ما تقلقيش، ابوكي راجل حكيم وهيعرف يحلها يا رب. تصبح على خير. تصبح على خير. خير كتير. يجيله مزيتين في ليلة واحدة. كمل بقى يا عمو. بلاش يا عمو دي، قولي لي يا زوزو. وادي يا تقيل. هي دي. اسمها ايه بقى العروسة؟ اسمها فارة لارا لامار. اسمها لامار واحد جوزها. يا صحيح عيلتها مش ولا بد واطيه بعيد عنك، لكن هو نوى، وما دام نوى يبقى هينفذ، يبقى هيتجوزها طبعا. وليه بتقول كده؟ بس انا عارفه، بس بعيد عنك على الله الجوازه تتم. ليه بقى؟ كل ليله فرح تا
تحصل مصيبة. أنا قلت له، قلت له ده آخرة المشي الحلال. أنت كنت كويس، كنت كويس وماشي معايا آخر حلاوة والموزز علينا قد كده، إنما تقول إيه بقى بيحب. قولي لي اللي وراكي دي اسمها ايه؟ يارا. يارا يا زوزو. ولا واد يا تيلي. هو انت برضو اللدغه في السين؟ لا يا زوزو، يعني اللدغه بتاعتك انت يا جميل. بقولك ايه يا عمو، طالما هتجوزها يبقى بيحبها مش كده؟ هو مش هو بيقول كده، هو بيقول كده وخلاص. ماشي يا عريس، ابقى قابلني اذا دخلت. وليله الدخله دي لازمها شغل كتير وتفكير واعداد، اعداد مظبوط، ونسيب التدابير على المولى سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. الراجل مننا، الراجل مننا اول ما يختلي بمراته. ايوه وبعدين؟ تعبان قوي الاخ راجل. اصل لسه خارج من شهر سجن. سجن؟ اقصد يعني شهر عسل. شهر عسل؟ خارج من شهر عسل وبتسال في ليله الدخله؟ ما هو لسه ما حصلش حاجه يا ابطال، دي كشه مني. كشه منك، قول لي ليه بقى؟ ليه؟ اقول لك انا ليه؟ لانك انت البعيد غشيم، غشيم. قول لي ليه؟ ليه؟ اقول لك ليه غشيم؟ لانك فاكرها ليله قلع وضلمه. تقوم العروسه تتخض منك وتكش وتتسرع، خصوصا لما يكون العريس شكلك كده. امال انا جاي لك ليه يا ابطال؟ دلني على الصح. صح ايه يا ابني؟ وانا دكتور تجميل. انا اقول لك يا سيدي الصح. الصح في المفتاح. الصح فين؟ في المفتاح. وإيه هو المفتاح؟ المفتاح في الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة من الراجل للست تلين الحجر، تلين الحجر وتزيل الحواجز وتساهم، تساهم جامد في النجاح. يا عيني راسي وكلامك كله شفا، اديني في العادة دي. لف وانا اديلك. بس انا قبطان ليا استفسار صغير. استنى يعني. بقى انت عم المستفسر، شوف الواد ده طلب ايه حالا. ابو جليه اسود، وابو جليه اسود ونضاره. هو نضاره اهو، خد اتنين شاي وواحد سحلب وست حجيره. نزل له كمان حجرين وبعد كده من حقه يستفسر. انت عامل مينيمم شارجه. اتفضل اتفضل. انا يا قبطان عندي استفسار صغير. انا بقالي 5 سنين متجوز، ومن يوم ما اتجوزت مفيش ولا مره حسيت ان هي يعني متفاهمه معايا. مش عارف اعمل ايه يا قبطان. اعمل ايه؟ اجيب لها افلام ثقافيه؟ بطل هبل، معقول الكلام ده؟ برضه حد يعمل كده؟ انا هجيب لك من الاخر. ما تفكرش في نفسك بس وانت معاها، لا فكر فيها هي كمان. شوف ايه اللي بيبسطها، شوف ايه اللي بيسعدها واعمله. ربنا، ربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا انه خلق جسم الست حساس. ليه؟ اقول لكم انا ليه؟ علشان المتعه تبقى مشتركه بينكم. فلو انت فكرت فيها زي ما بتفكر في نفسك هتلاقيها متجاوبه معاك لحد ما تجيب اجلك كمان. طبعا انت جابت اجلك من بدري، من قبل ما ايه؟ روح قابله يمكن توصل معاه الحل. قابله بتاع ايه بس؟ ولو قابلته هقول له ايه؟ قول له على اللي حصل، وانا متاكده انه هيساعدنا. انا ما قابلته حسيت انه مش وسخ، وعدني انه مش هجيب سيرتها ووفى بوعده. بنتك هي اللي راحت وفضحتنا. واحد غيره كان استغل الموقف، عشان كده بقول لك روح اتفاهم معاه. على فكره ربيع هو الوحيد اللي يقدر يخليها تتلم من ناحيتنا شويه. عايزاني اروح اقول له يربي لي بنتي؟ خليك ذكي يا ربيع، قول له البنت مريضه وان احنا غلبنا في علاجها، ولو حاولت تقرب منه يبلغنا واحنا نتصرف. عايزاني اقول له ان بنتي مريضه؟ وهي البنت اللي بتعمله معانا ده طبيعي؟ ما هو طردها قبل كده، عايزاه يعمل معاها ايه تاني؟
قال له يعرف ان في ناس بتساومنا على علاقتها بيه، وانا متاكده انه هيساعدك لانه جدع. شوفي بتعمل معانا ايه؟ ولا كاننا موجودين. مش بقول لك مريضه؟ والنبي لكون مفرقه الشربات على الحته كلها. مش قلت لك يا قضبان خيرها في غيرها وقضيها الناس اللي بعديها، والحلو لما يهيز يلعب في القميص. واللي راح راح واللي جاي احلى من نور الصباح. قسم يا معلم مرجان وهات ورز يا بوزة بالزكاة. ولا 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 صفة الصعايدة بتقول ايه؟ يا حلاوة يا استافندي يا ابن عم البرتقال. حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. ولا بقص امشي يا بنت. يلا اخويا يلا اخويا كله يقعد مكانه. هات الكرسي يلا. اتفضلي يا معلمة. مالك يا قبطان في ايه؟ أنا في مصيبة كبيرة أوي. مصيبة؟ مصيبة إيه كفل الشر؟ ولا سيد؟ أيوة يا معلم. القهوة مغلقة للتحسينات. يلا يا أخويا مع السلامة يا أخويا. يلا يا حبيبي يلا يا أخويا. يلا يا حبيبي أنت هو يلا يلا عفنا. يلا يا أخويا قاعد ليه يا حبيبي يلا يا حبيبي. خير يا كابتن. هو الفرح كان يومي. تاني انت لسه بتدور على يوم الجمعه الضايع؟ ظهرت بشايره ظهرت بشايره وجات لي واحده معاها سي دي ليا وانا وهي واحنا واحنا يعني ايه هو هتكون صحتك وخدت معاك لقطه بلاتوس سخنه. لقطه ايه؟ بلابوس سخنه. بلابوس ايوه بلابوس اللي هي اللي خدتك وانت بران يعني وانت ملبوس ومكشوف العوره حاجه زي كده. حلو القضبان نزل الملعب. ملعب ايه؟ والله العظيم توبنا الى الله والمصحف على عيني توبنا الى الله وحياه دمي فيه زي الميه دي كده. انا مش حمل فضيحه زي كده خصوصا وانا داخل على دنيا جديده. البت دي اسمها ايه؟ بريزه فكه. ودي مين دي؟ مصيبة جديدة واتحدفت على نافوخي. انت شفت السي دي بعينيك؟ هلس ومسخرة. اوعى حد من اخواتي البنات يعرفوا حاجة عن الموضوع ده. لا لا هلس ما ينفعش. اديهولي انا اتفرج عليه. اديك ايه تتفرج؟ اتفرج على ايه؟ وانا واخدك الملاهي. اه ده انت معكوك عكة سودة. اه وايه اللي يخليك تروح للي اسمها الامار دي؟ ما انا لو كنت اجلت يوم واحد كانت افتكرت ان انا خايف من ابن عمها خصوصا انها خدت ميعاد من ابوها والراجل قاعد مستنيني. تقوم تروحي الواحات. الله ده حب جامد بقى. انا مش في مشوار الواحات دلوقتي. ده ايوه ايه ما انت لو خضعت ليهم هيستغلوا ده ويطبوا عليك كل يوم والتاني ويبتزوك. وده اللي انا قلقان منه. انت عارف انا لو اضمن ان هم ياخدوا الفلوس ويغوروا في 60 داهيه والله العظيم كنت خلصت. على فكرة اللي اسمها عفة سألت عليك ومستحلفة لك. عفة؟ ودي شفتها فين دي كمان؟ إيموي يخيبك سواء أعمى محتاج نضارة أعرى كوباية مش تفتح؟ إلهي ربنا يوعدك بقطر يفرمك ما يعرفوا لموا لحمك من على أي مزلقان. ما تحترمي نفسك يا بنت في إيه؟ مدلدقة كده ليه؟ ده أنا. مين؟ سعادة الباشا؟ معلش يا باشا العتب على الناظر اللي ما شافك يجهلك. مقبولة منك يا بت. اسمعي انا عايزك في حكاية كده. اؤمر يا كبير. في عند الليلة دي سهرة خصوصي الخصوصي كنت محتاج حتة طرية. وانا اجيبهم لك منين دول؟ انا والله لسه ما توبتش علشان اشتغل الشغلانة دي. يا بت انا عندي كتير كتير قوي بس القعدة ما تحلاش الا بيكي. طالما هم كتير كتير قوي في عين العدو لازمتها انا ايه؟ انا عايزك مزاج امي كده عايزك هتيجي ولا
ربنا يكفينا شر ولا هتيجي يعني؟ بقولك ايه يا باشا، ما تقولي فين والساعة كام وامتى؟ الليلة دي الساعة 12 بالليل. ماشي بس اوكي. ايه بس اوكي بس اوكي. ادي المفاتيح لأيوب يركب العربية. عيني اس اوكي اس اوكي. عم أيوب افتح لما يتسمع. الله حكم القوة يا بريزة. الراجل طلعت ايده طايلة قوي، مادة لحد السطح. راجل وسخ ديلو نجس وصحيفة سوابقه مليانة لتمة عينها. حقك عليا يا بنتي، أنا والله كنت رايد لك الخير. احنا اللي زينا يا عم أيوب ملوش الحق في أي حتة، احنا عاملين زي كلاب السكك أخيرنا نهب في اللي رايح واللي جاي. لو طوبة من إيد عيل صغير تهشينا تخلينا نجري لغاية ما نفسنا ينقطع. ايه ده؟ كلامك غريب أوي النهاردة يا غزال. ياه غزال غزال اتفكت برايز يا عم أيوب. أنا نسيت الاسم ده من زمان، يا ريت تنساه انت كمان. انت ناويه تقولي الخلاصه على المشوار اللي انت رايحاه النهارده ده؟ لا هقوله ولا هروح. لا فهميني بقى، انت ناويه على ايه؟ اقول لك يا راجل يا طيب. قول. انا يا عم ايوب استحمل من الدنيا مرمطتها ومن الناس بهدلتها، لكن كله بمزاجي، انما بالغصب ده لا ممكن ابدا. اهو ده الحق اللي لا يمكن استحمله ولا اقبله حتى لو على قطع رقبتي. ايه قولك بقى؟ تعالي هنا معايا بقى وفهميني ربيع رجائي ايه اللي جابه هنا عندنا. ما انا بقى جايباكي عشان تعرفي وتعرفيني. نعم يا اختي. لا الزرة دي فيها حاجه صح؟ ارحمي نفسك بقى يا تينا، هو انت كل حاجه تاخديها على الحامي كده؟ مش جايز تبقى مصلحه؟ وبعدين احنا نكره ان واحد زي ده اصلا يعرف اخوكي. مصلحه ايه ونيله ايه؟ انت يا بنت بتتكلمي في كلام كبير كده ليه؟ دماغك دي رايحه فين؟ دايما تروح شمال شمال بقى ولا يمين مش مهم، المهم المصلحه تتقضي. مصلحه ايه اللي تتقضي؟ انت عاجبك حال اخوكي؟ اخوكي بقاله يومين ما بينامش وعينيه كده فيها حاجه مش طبيعيه، هو قلقان من ايه؟ الله مش عريسه على وش جواز يبقى لازم يقلق. بت ايه انت بترقصي كده ليه وبتعملي كده ليه؟ وازاي اصلا تتكلمي في المواضيع دي؟ ها مش احسن ما اتكلم فيها مع حد غريب يا تينا؟ بس وبطلي ادب والله العظيم. خلاص تلاتة. خلاص بهزر بهزر، المهم بقى انزلي اعرفي الراجل ده عايز ايه بس، والنبي تيجي تقولي لي هيكون عايز ايه منين الراجل ده. انا مش عايز اكتر من كده، بنتي الوحيده يا دكتور بخاف عليها قوي، ولو انت ساعدتني في الموضوع ده هعتبره معروف وعمري ما هنساه. هو انت خايف على بنتك ولا خايف من المشاكل اللي هتسببها لك وانت داخل على انتخابات؟ ما تنساش يا دكتور ان المشاكل دي انت جزء منها. انا ماليش اي علاقه بيها، انا حتى لما هي جات لي قبل كده انا عارف انك انت طردتها، وانا عارف انها هي بتطردك. عارف؟ طب ما انت عارف جاي عايز مني ايه. في ناس صوروها وهي بتجري وراك في المستشفى وانت بتهرب منها، و هي كمان اتصورت على دي شوطها بقى. يعني ايه؟ هو في ناس تانية اتصورت؟ تبنا الى الله. كمل يا ريس. في ناس بيساوموني بفضيحة، وخصوصا بعد حكايه اعترافها في القضيه بتاعتك. بص يا استاذ، المدام بتاعتك لما جات لي قلت لها انا ما بفضحش حد، ولما بنتك قالت وانت كذبت انا سكت. انا برضو ليا سمعتي وبخاف عليها، خصوصا اني هتجوز قريب. وبنتك؟ بنتي مريضه يا دكتور، وانا غلبت معاها. عفه مريضه؟ مريضة ازاي؟ واضح ان اعصابها تعبانة، وانا صحيت عنها وبشتغل في السياسة والانتخابات، واصبحت في وضع صعب قوي السيطرة عليه، وعشان كده انا بلجأ لك. انا برضو مش فاهم انا ايه المطلوب مني يعني. عايزك تساعدني اني افلت من الناس اللي بيساوموني بعلاقتها بيك. المرحلة دي انا ما اقدرش استحمل اي فضائح، واكيد انت مقدر يا دكتور. انا مقدر يا فندم، بس انا اعرف الناس دي منين؟ أنا ما أعرفش حاجة، وطلب يقعدوا لوحدهم سبتهم. اللي نفسي أعرفه هو يعرفه منين أصلاً؟ ما هو ده أبو البت اللي أخوكي كان بايت عندها في الليلة إياها. أنهي الليلة دي؟ اللي مش فاكر منها حاجة؟ أيوه هي الليلة دي. أما حافظ أرجوك فهمني،
اشمعنى يجيله دلوقتي بالذات؟ اشمعنى؟ ما هو عرف ان اخوك ناوي يسافر الواحات ام حب يجي ويلحق. يلحق ايه؟ هي بنته بايرة ولا هو راجل قليل؟ بس البت بيني وبينك واقعه في اخوكي ودايبه. حاول ولا قوه الا بالله. هو كده يا عمر دايما كل جوازه يطلع لك فيها عفريت. عفريت ايه؟ كفايه مشكله السي دي. ايه سي دي؟ سي دي. سي دي ايه؟ انت قلت سي دي دلوقتي. انت اللي قلت. انا ما قلت سي دي. ايه عم حافظ سي دي ايه؟ انا بجيب سيره سي دي. لا انت قلت سي دي. سي دي ايه؟ ايوه صح. انا قلت سي دي صح. انا قلت سي دي. سي دي فين اللبن؟ اهو اللبن. سي دي اصل اخوكي كان عنده سي دي مهم جدا مهم جدا وضاع منه وبعدين هو قاعد يدور عليه مش لاقيه. بقى انا قلت لكم البت دي وشها نحس ما حد صدقني. وادي بشايرها. هيت بقى هيت. وانا عكيت ولا ايه؟ عكيت. معقول كده من اولها هتسيبني وتقعد لوحدك؟ معلش يا حبيبتي ما رضيتش بصراحه ازعجك. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ مخنوق يا صفا، مخنوق قوي. من اولها اتخنقت مني؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. اكيد مش منك، مخنوق من ظروف السودا. ظروف تاني يا غازي؟ ما قلنا نصبر. ما احنا لو صبرنا هما مش هيصبروا. هما مين؟ ناس كنت ماضيلهم وصولات ايام حكاية البورصة ويطالبوني بيها دلوقتي. وصولات؟ وصولات ايه؟ وليه؟ مش مهم بقى كل ده، مهم انهم هيقدموها للنيابة. نيابة؟ يا خبر. وهتعمل ايه؟ هتسجن طبعا. اساسا بفكر ابيع عربيتي عشان اعرف ادبر اي مبلغ. هو المبلغ كام؟ 300,000 جنيه. ياه. طب اسمع، انا معايا 150,000 في البنك وممكن اتصرف في الباقي. الو. ايوه يا باشا، انا كنت عايزه ابلغ عن شقه مشبوهه. ايوه يا باشا، دول عندهم صحره وجايبين نسوان ورجاله واخد مليطه فوق بعضيهم، ده غير بقى الضرب اللي على ودنه. صاحب الشقه اسمه نيازي بيه. اعتبرني يا باشا فعله خير ولا مرشده؟ طبعا. هدي لك الميعاد والعنوان كمان. في ايه يا عمر؟ وداخل علينا بالطريقه دي ليه؟ توصل بيك الوقاحه انك تتعامل اللي انت بتعمله ده، يبقى دي الطريقه اللي عاملك بيها يا عوني. لا 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 لا، انا لن اسمح انك تخرس خالص يا ديل الكلب. انت بتقول ايه؟ اخرس. حاضر. في ايه يا عمر؟ اتكلم. اسمع يا عوني، انا عديت لك كتير قوي وانت فاهم وانا فاهم، انما ما توصل بيك القذاره انك تروح تساوم راجل على صوره لبنته معايا، يبقى انت جبت اخرك يا عوني. أكيد في حاجة غلط. أنا كل أنت لو ما تلمتش من ناحيتي وشلتني من دماغك، أقسم بالله أقسم بالله يا عوني لكن سجنك. مفهوم؟ ماشي. ده موبايله مقفول، هيكون إيش اللي صار معاه؟ هل أعصابك بقت خفيفة ليه؟ الغايب حجة وياه. هو قال لي إنه هيجي اليوم يكون جرى له حاجة.
مالك يا ابوي؟ بتبص لي كده ليه بس؟ مش مصدق انك كبرت يا لمار وبقيت تحبي كمان. عارفه يا لمار انا ليش فخور بيكي؟ ليش يا ابوي؟ مش عشان اتعلمتي ودخلتي الجامعه وتوظفتي كمان، لا، عشان لساكي شايله جواكي بنت الوحاد ومحافظه عليها. هذا وشم جوايا مش هيطلع الا بالدم. ربنا ينور طريقك يا بنتي. الحق يا عم الشيخ عرفان، الحق يا عم الشيخ عرفان، الحق يا عم الشيخ. في ايه يا ولد؟ متعب، متعب زهر في البلد وشكله ناوي على الشر يا عم الشيخ. ايه؟ استر يا رب. انا بصراحه مش عارفه الزوم المشوار اللي انت جايبنا فيه ده، ويعني يا ريت هي كانت دينا. يا حبيبتي دينا، احنا يا دوب رايحين لسه نقرا فتحه. انا حاسس ان ربنا اخيرا رضي عني وقبل توبتي واكرمني، عشان كده هيكرمني ان شاء الله ان شاء الله بلا مره. مرحب يا عريس. مالك جارلك ايه؟ اتلبشت ليه لما شفتيه داخل بيها؟ اتكهربتي ليه لما عرفت انه اتجوز؟ هو كان قالك حاجة ولا حتى لمحلك؟ لا لمحلي، طبطب عليا بحنية ليها معنى، ما قالهاش بلسانه بس قلبه شاور وقلبي حس. ضغط الدم لما بيرتفع القولون بيشتغل، وانت مش هينفع تقعي دلوقتي خالص، لازم تبقي واقفة وصلبة طولك زي ما عودت اللي حواليكي على كده. انت اللي زيك لو وقع الكل يكشف. الموضوع باختصار، لنا جالي دواء مهم قوي ومن بره وبيعالج ألم القولون بشكل هايل، بس فقلت اجيبهولك. طب ما كنت اديته لعمر اخويا؟ طب ما يمكن انا عايز اطمن عليك. لم اللي باقي منك وتكني جواكي، لحد امتى هتفضلي تخبي وتخبي معاك كل وجع بتحس بيه؟ لحد امتى كل حاجة شبه اي حاجة وفي الاخر طعم مر؟ فوقي فوقي، اكتفينا، مش كل اللي تحسي تصدق. مالك شكلك متغير من ساعة ما دخلنا. مفيش حاجة. مفيش حاجة يعني؟ انت كنت كويسة؟ بعدين مش وقت. هو ايه اللي مش وقت؟ ما تتكلمي يا صفوة، في ايه؟ حغازي من فضلك، احنا في وسط ناس. قلتلك مفيش حاجة، يا اما تسكت يا اما نمشي. نمشي؟ واحنا لحقنا نقعد؟ خلاص يبقى تسكت لو سمحت. ايه يا تينا؟ كنت فين كل ده؟ بقالي ساعة بدور عليكي. ولا حاجة، كنت فوق في اوضتي كده بعمل حاجة ونزلت. قوليلي بس طمنيني، هو عمر راح فين؟ يعني هيكون راح فين؟ اختفى مره واحده ومحدش يعرف راح فين، وعروسته قاعده هتشيط لوحدها. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وعمنا، عمنا العزيز فين؟ يعني هيكون فين؟ دوري عليه كده في اي شله بنات هتلاقيه قاعد وسطيهم. بالدور بالدور يا بنات، حقل كتير في بناتكم كلكم. انتوا قاعدين غلط. انت زي العسل يا حافظ. انت لسه شفت حاجه يا عزيز؟ انت بتظبط الله يهضمك يا اخي. ده انا قديم قوي. يعني عمر بقى مش جاي من بره؟ لا تلميذي. دي واحده اسكيوز مي جاي لكم. انت مش واخد بالك ان عمر مش قاعد في الكوشه؟ فين عمر؟ لا اصل انا كنت مشغول، انت عارفه ورايا مشغوليات كتيره. مشغوليات ايه بس يا عم؟ مشغوليات ايه؟ عمر فين؟ عمر فين؟ انا شايفه وهو بيتسحب وماشي من هناك. بيتسحب وماشي من هناك؟ ماشي من هناك فين؟ دي عروسته خلاص هتطفش، هتمشي، هتجري من الكوش. يلا بينا، تعالوا ورايا، دي ليله معلش قبلها شمس. ايه ده؟ عمر اتاخر قوي، مش عارفه ليه. ما
بقاش على بعض من ساعة ما شاف الرقاصة. يبقى انتي تحجنيني؟ في عريس طبيعي يبص على الرقاصة ينفرحه؟ في عريس طبيعي يسيب عروسته بالشكل ده كل الوقت ده؟ ستي هتلاقيه رايح هنا ولا ايه؟ يمكن طلع الحمام ولا حاجة. شايفاه بعيني طالع من الباب. نوري فكي وشك شوية عشان الناس بتبص عليكي. تبقي فرحتها؟ اضحكي اضحكي. ماشي يا نور. ماشي والله انت اللي ابتديت ولحست كلامك مع اني جيت لك دغري من غير مطبات. كان لازم يعني اعمل لك كمين وتص فيا منين ما تروح؟ جاي لي ليلة فرحي وعايزة تفضحيني؟ انا افضحك برضك؟ انا لو ناوية على الفضايح ما كنتش لميت الدور من الاول واديتك شرف المشاهدة الاولى. وطي صوتك. انا لو على الفلوس اديها لك، لكن انا اضمن منين؟ مضمون منين ان مش كل شويه هيطلع لي كوبي كاي اخويا نسخه تانية يعني؟ والله انت مصيبك بقى. لو شتك من نفوخي تبقى لنا خلصت ومش هتشوف وشي تاني. يا رب. انما بقى لو عشعشت هنا عشعشت هتلاقيني واخداها حلوانه في سلوانه ونطلق في كل مكان ان شاء الله في اوضه النوم وقايل لي ساعه كده بينك وبين العروسه. انت مجنونه يا بنت مجنونه. وبيني وبين المورستان فركه كعب. ها هتدفع ولا لا؟ يا دكتور يا قبطان يا دكتور. هدفع 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 بس دلوقتي. غوري من هنا غوري من هنا. هدفع هدفع هدفع. يلا انت بس. يلا يا ماما يلا يلا بلبس الاعدام اللي انت لابساه ده. انا صلاح. انت فين؟ ده الدنيا مقلوبة عليك. انا كنت بتابع حركة النباتات. تعال. ايش بيك يا ماما؟ ما فيش اي حاجة يا بابا. هيكون في ايه يعني؟ شكلك مش على بعضك. وين عريسك يا بنت؟ طمني قلبي. مش عارفه اقول لك ايه صراحه. انا اطمن يا شيخ عرفان اطمنه. عمر بس جات له دوخه وطلع اوضته فوق ويغسل وشه ونزل على طول دايخ. انا هطلع اشوف. على فكره في حاجه غريبه بتحصل. ما انت عارف عمر ليلته دايما بتختم بمفاجآت. طب انا هقوم اسال اخته كده افهم ايه اللي حصل. هو ما فيش غير اخته تسالها؟ احنا هنيجي بقى على الاخر ونخيب. ما تكبري بقى غازي. بتاخده ده حبايه كده مهدب يمكن افوق شويه. بتاخد حبايه مهدب عشان تفوق؟ جرى ايه يا عمر؟ معلش يا حبيبتي يمكن يكون اعصابي هي المشدوده. كفايه حبايه واحده احسن. المهدئات دي مش كويسه. ولا الظاهر الرقاصه قلبت عليك كتير. رقاصه؟ رقصتي انا ما خدش بالي. هو في رقصه تحت؟ انت مش مركز بقى يا حبيبي. طب يلا بقى احسن. شكلي بقى وحش قوي قدام الناس وبابا بدا يسال. حاضر حاضر يا حبيبتي وراكي على طول. ما تتاخرش. يلا حبيبتي وراكي وراكي. صايبه ما بتهل بتهل بالجمله. والله انت قلبك ميت. انت جايبانا هنا في ليله زي دي؟ اهدي شويه. ده انت هتشوف ليله النهارده ليله من الف ليله وليله. اهلا 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 يا عم حافظ. لا لا يا عم حافظ كده ازعل عمو ايه؟ انا عايز حافظ من غير حاف. من غير حاف قصدي من غير عمو. المهم نخش في الموضوع. نخش يا استاذ. ما نخشش ليه؟ نخش برجلينا اليمين كمان. يلا يا رايس. اليمين بالشمال. انا الاثنين مغروزين في الواحد. يلا يا رايس. طول عمري بقول عليك تقيل. يا ودي يا تقيل. يا ودي هنا. ده انا مش قادره اصدق شكل الدكتور عمر مش طبيعي. عمر ايه وليلة ايه؟ انت شايفه بيعمل ايه؟ يا اختي دي ليلة العمر سيبيه زقطت بقى. يزقطت ايه؟ انا مش عارفه ايه لزوم الشرب اللي شربه ده. دي حاجه اخر زفت. ما كان ربنا تبعه. ايه يا ولد؟
حدرجة بدرجة من كل عين درجة من كل عين مدورة ومن كل نفس معفرة بالفلفل والكزبرة. أشتتن أشتوت أشتتن أشتوت، يا رب اللي يكرهك يطق يموت وياخد بالشلوت إن كان حتى في بطن الحوت. اللهم صلي عليك يا نبي، اللهم صلي على النبي. قمر نايم يا أخوتي قمر. كح كح وادلي صدرك من سماهم. ايه ده ايه ده، انت بتعملي ايه هنا؟ ببخر يا اختي عشان ربنا يفك كربه. اطلعي بره بره، اطلعي بره. ايه ده ايه ده ايه ده، وايه اللي حصل لمار؟ ايوه يا حبيبي لمار، قاعد هنا على الكرسي من ليله امبارح، فكان ربنا تاب عليك من الشرب، عدت الديها وتشرب لحد ما وقعت. شرب 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 شرب. ايه ده شرب ايه؟ انا اعرف يا اخويا شرب. خلاص بقى قوم بقى كده بقى وفوق وغير هدومك، عوض عروستك ليله امبارح. ليله امبارح اعوض ليله؟ متاكدين انها كانت ليله امبارح ولا لا لا؟ متاكدين انها كانت ليله امبارح، مش ولا خالص. مش ولا هي ولا ده ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ولا ولا ده ايه ده ايه اصلا؟ بقول لك ايه بقى، انت قومي تاخدي شاور كده وتغيري هدومك واديكي اطمنتي عليه بقى زي الفل. اه يا حبيبتي يلا يلا يا حبيبتي، انا كمان عامله لك لقمه ترم عظمك بيها. انا فعلا محتاجه اخد شاور عشان لحق اغير الفستان قبل ما يجي حد يشوفني بيه. وانت يا حبيبي مش عايز تعمل شاور كمان؟ لا اعمل طبعا، لازم اعمل. ايوه كلنا هنعمل شاور. وانت كمان لازم تعمل شاور. لازم. تعالي يا حبيبتي تعالي اتفضلي للشاور. انا وراك اهو. اتفضلي يا حبيبتي. انا وراك. انت رايح فين؟ انت ايه اللي انت عملته امبارح ده؟ فضحتنا. عملت ايه؟ يعني انت مش فاكر انت عملت ايه؟ ده انت قعدت ترقص وتشرب. انا ارقص واشرب؟ اه انت، امال انا؟ وبعدين ايه بقى الحركه اللي انت بتعملها دي؟ ما فهمتهاش. طب وهي هي هي كانت قاعده مولعه وبتغلي وبتطلع شياط، وبعدين يعني بصراحه كان ليها حق، اصل انت اكيد في الاخر رقصت مع حته مزتين. انما ايه ده؟ ايوه بالنبي بجد والله العظيم الاثنين مع بعض. ايوه وفين هم دلوقتي؟ انت فين ولا في ايه دلوقتي؟ ما تشوف المصيبه اللي انت فيها دي. الموزس فين؟ جامدين قوي يا بس خلاص تبنا الى الله. علينا يا رب يا دي الفضايح. عايزه تقول عليك ايه؟ كنت خايف من الدخله ولا يجوا اهلها نقول لهم ايه؟ كانت بخمه على البيت بصراحه. شكلك بقى وحش قوي. اجيب البخور يا هوانم. هوانم ايه يا بنت انت دي؟ تحترمي نفسك. هوانم ايه؟ على كده معقوله يا ربي؟ بقى ده بقى اللي قلبك عليا من امبارح؟ عايز تفهمني انك مش واخد بالك؟ خد بالي من ايه؟ اكتفينا دي زي اختي، وبعدين اذا كنت اهتميت بيها شويه فده عشان خاطر عمر مش اكتر. بس هي مش باصه للموضوع كده. بصله ازاي ان شاء الله؟ انت ما شفتش وشها اتغير ازاي اول ما عرفت اننا اتجوزنا؟ دي اختفت من الفرح كله، ولما ظهرت ما كانتش طايقه تتكلم معاك كلمتين على بعض. لا انت الظاهر جرى لمخك حاجه. بالعكس انا لسه في كامل قوايا العقليه، بس يوم ما تلعب معايا لعبه زي دي هتشوف جنان اصلي عمرك ما شفته قبل كده. مش فاهم ايه لازمته كل ده؟ هي كانت قدامي قبلك، ما لو كنت عايز اتجوزها كنت اتجوزتها، كان ايه اللي هيمنعني يعني؟ يمكن ظروفك اللي اتلخبطت فجأة. تعايرينا يا صفوة؟ أنا ما أقصدش طبعاً، كلمة وطلعت غلط. غلط بقى ولا صح، مهم إنها طلعت. غازي صدقني أنا ما كنتش أقصد. عايز أقولك على حاجة واحدة، أنا حبيتك بجد، ده اللي خلاني أستناكي وأنت مع غيري، افضل وراك لغايه ما تنسيه، ده اللي خلاني احارب عشان نتجوز في عز ما كنت مزنوق وظروفي صعبه، قبلت على نفسي حاجات ما كانش ينفع ان انا اقبلها. تهيالي اللي يعمل كل ده عشان خاطر واحده صعب قوي ان يبص لغيرها. غازي غازي يخرب عقلك، ده انا صدقتك يا راجل. ما لو ما صدقتنيش ما بقاش غازي. يا ابن اللذينه طول عمرك معلم يا غازي، عامل زي الحيه تلبد وتستخبى وتروح مغير جلدك وفجاه تروح طالع وهوب، ساعتها ما حدش بيسلم من سمك. ادينا بناكل عيش يا دكتور.
عزمة العيش صحيح؟ أخبار العيش بتاعنا إيه؟ هانت، التخطيط اللي في دماغي وصل لآخر نقطة وهتشوف نتيجة ما كنتش تحلم بيها. شوقتني. في إيه يا مرتضى؟ داخل هاجم كده. طيب أجي لحضرتك وقت تاني. لا لا خليك يا دكتور، أنا كده كده عندي مرور. طيب أوكي، أنا هخلص لك موضوع الأجازة إن شاء الله. حياتك بقى ما تنسى، أنت عارف أنا عريس جديد. لا طم. عن إذنكم. مع السلامة يا دكتور. تعال. الراجل بتاع المشكلة إياها وصل بره. ودخلته العيادة؟ من غير أي بيانات وقاعد مستني. تمام. امشي بسرعة شوية، شهلي. حطي الحاجة هنا. حطي جنبك، أيوة. حطيه هنا، حطيه. هات. هات. أيوة كده. يلا، ألف هنا وشفا. كل يا حبيبي. كل الجمبري حلو وشوربة السيفو دي هترد لك العظم. يلا. لو إيه؟ يخليك تنور في الليالي السودة. تحب أقشره لك يا حبيبي؟ أحسن القشر يعورك وأنت مش ناقص. أنا متهيألي إن شاء الله لما تروحوا السفرية دي بتاعت شهر العسل اللي هتروحوها في الجزيرة دي، إن شاء الله بإذن الله مودكم هيتغير خالص، وربنا يا فيكم شر حسد إذا حسد. أنت عارفة هتركبوا عجل كمان. لما تركبوا عجل بقى الدم يجري في العروق، وانت البحر بقى ايه منعشه، خلي الواحد جسمه يبقى فريش كده خالص. تغير بقى ايه بقى الشمس تدخل تفتح المسام، تفتح المسام بقى، خلي الواحد حديد عوده صلب حديد. يا عم في ايه؟ في مصيبه بقى لا تطلع برد، ونقضيها كام كامه ونكش كده على بعضنا ونرجع وظهرنا محمي. كل يا حبيبي، كل كل. الو، ايوه انا. مين؟ لحظه واحده، لحظه. الشاري الجمبري كله. ايوه ايوه. لا هتهرب ليه يعني؟ ههرب من ايه؟ لا طبعا. ايوه حاضر حاضر، ماشي حاضر، كمان ساعتين بالظبط هكون جاهز. بتكلم مين يا عمر؟ ها؟ مش قلت لك ادي اول دفعه نستلمها؟ امسك. وانا ان شاء الله نصيبي هيكون كام بقى؟ عيب يا بت، النص بالنص 50-50. انا حرامي بس مش نصاب، واحب الحق يروح لاصحابه. مش مطمنه لك يا خلوصي. يا نهار ابيض، هنا هتزعلينا يا برازرز، واجيب الواد فلانك معايا يزعل كمان. ما انت جربتيني قبل كده يا بت، عمري كلت عرقك. كتير. طب اديكي قلتيها اهو، عيب بقى. يا خلوص انا لسه حجه من الخرابه دي بقى. يا بنت هتقبي وتلم القشطه على الوش وكمان تعمليها سندوتش، بس انت ركزي مع امي يعني. عارف يا خلوص انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا اختي؟ نفسي ابص لروحي بقى، اشيل كلاخ الايام وانحل وسخت البشر واشب برجلي لفوق واطول كل حاجه نفسي فيها. الله، صدقها يا بنت جسمها اشعر. هيحصل هيحصل، والنهارده اللي هناخده ده دي دفعه اولى، وكمان هكبره يمضي الدفعه الثانيه النهارده. طب طب ازاي؟ قلت لي ازاي؟ فولو مي. اتس اوكي. يعني ايه سايبني في يوم الصباحيه؟ مش كفايه ليله امبارح يا عمر؟ انت قلت لك بقى، قلت لك الجماعه بتوع شركه السياحه كلموني، لان يا دوب لازم اروح عشان الحق الحجز. ولو بابا جه وجاب معاه حد من اهلي وسالوني عن، هقول لهم ايه يا عمر؟ البيت اللي بقى ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ الله، تصدقتي كلامه عن الجمبري ولا ايه؟ اللي حصل امبارح ده يعني بقى شويه تعب كده، ظرف يعني، انما مش هيتكرر تاني ابدا. بس عندنا بقى ما بيفهموش انا والحاجات دي. هقول لهم ايه؟ وانا قلت لك يا عمر. عارف يا ماما، عارف ما انت قلتي لي يا ماما، وفي ما تصلي على النبي. ان شاء الله ان شاء الله الليله دي هتبقى ليله العمر، وهحضر لك فيها شويه مفاجآت. ما بلاش المفاجآت، اصل ما بحبهاش وبقيت بتشائم منها. لا 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 لا، دي مفاجآت تانية خالص خالص. المهم انا ايه، همشي ومش هتأخر، مش هتأخر، عايز ارجع عليكي جاهزة. سخني كده وجيت ريدي. احبك. انا بحبك يا عمر.
دمنا الى الله. لازم اروح اديله فلوس. وبعدين المشكله كده ما اتحلتش. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ ما ينفعش ابلغ عنها، وما ينفعش اسيبهم يهددوني، وما ينفعش كمان ما اديهمش الفلوس. البت دي لازم نوصل لاصلها، ملهاش حل تاني. مرجان بيحاول هو ومراته ورجالته، بس مش عارفين يوصلوا لحاجه. كنت ناوي تروح لوحدك. ايه ده؟ ايه ده؟ هتيجي معايا؟ طبعا لا. ليه؟ علشان لازم حد فينا يستنى عشان لو حصل لك حاجة اقدر اتصرف. اصيل يا عمر، الاصالة دي حاجة في دمي. طبعا ابتدي ايدي وتشكر. بدعي لك، ضع ده حاجة في دمي. انا هروح بقى، ولو حصل حاجة هبطلوها في التليفون. بس اقولك ايه، همنا عليك ما تجيبش سيرتي. لا اصيل اصيل، ما بتهزرش يعني. عمر عمي. ايه يا اصيل، قررت تيجي معايا؟ هتعمل ايه مع البنت التانية؟ عامل ايه يعني؟ خايف اكلمها طبعا. لا لا بقول يعني لغيها. لغيها، يمكن محتاجة طعم حنية. لا 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 لا، تبنى الى الله. اطمن خالص، الحكايه بسيطه جدا، مش محتاجه غير شويه مصاريف. ان كان على الفلوس ما يهمكش، عمرنا ما هنختلف، بس قول لي هيحصل ازاي. احنا جربنا كذا مره الحقن المجهري ده وما نفعش. المره دي هينجح وان شاء الله ولي العهد هيشرف. يا رب يا دكتور. لا المك بقى، دكتور عوني ما بيقبلش اي حاله الا اذا كان متاكد من نسبه النجاح فيها. مش معقول يعني هيغامر باسمه على اخر الزمن. احنا سالنا كتير، ولاد الحلال دلونا عليك، وعشان انت كمان راجل ابن حلال وراجل طيب، ربنا وقعك في سكتي. وانا كمان ابن حلال اللي حضرت قعدت ناس زيكم. بس انا خايفه قوي يا دكتور. ما هي عشان خايفه قوي يا دكتور دي، احنا مش هنعمل العمليه غير والمستشفى هاديه خالص. احسن وقت للعمليه يا دكتور يكون بالليل. بالظبط اهو يا ستي، ابسطي، مش هنصحيكي بدري. ربنا يخليك يا دكتور. انت مالي ايدك يا دكتور عوني؟ لا احنا ما دام اتفقنا على الفلوس يبقى انا مالي ايدي ونص. انت بتعملي ايه عندك هنا؟ دكتور صفو، انت خنطتيني. انتقي قول، ازاي تقفي وتستنطي كده؟ تعالي بس يا دكتوره، تعالي. تعالي هنا انطق يا دكتوره، دي مصيبه، انا كنت لسه هاجيلك عشان اقول لك. مصيبه ايه؟ ما تتكلمي. الدكتور عوني والدكتور مرتضى. مال خلي كده يا دكتور احسن يشوفونا. انت شايفه الراجل والست دول؟ ايوه، مالهم بقى؟ دول كشف وما تقيدش في الدفاتر، ووراهم حاجه كده انا لسه مش عارفاها. انا مش فاهمه انت بتتكلمي في ايه. يا دكتوره، من يومين انا كنت نبطشيه وشفت حاجة كده ما كنتش اتوقعها. شفتي ايه؟ وانتوا بقى بتعملوا ايه في مقر الحملة؟ بتعملوا تشاتنج على الفيسبوك ولا بتلعبوا المزرعة؟ ازاي خبر زي ده يعدي من تحت ايديكم؟ انا عايزة كل صغيرة وكبيرة تخص الخبر ده. ما الحكاية دي لو بصحيح هتغلوش وتخلي الناس تنسى موضوع عفة وتركز فيه. ما هو لما يبقى شيخ وعليه قضية زي دي تبقى فضيحة طبعا. شطرتنا بقى ان احنا نستغل الموضوع ده في برنامجنا الانتخابي. تمام، هو ده اللي انا عايزاه بالظبط. اعمل كده وابقى كلمني. يلا باي باي. اديني بحاول الم ورا بلاويك اللي هتودينا في داهيه. تصدقي لما يكون عامل فيها شيخ ومتدين وعليه قضيه زي دي؟ لا وقضيه ايه بقى، مش هحكي لك. من فضلك يا مامي، انا مش عايزه اعرف اي حاجه. انت ازاي بتكلميني كده؟ علشان انتي مش قادره تفهميني ولا تستوعبي ان انا مش عايزه اكون طرف في اي حاجه تخصكم. مالك بقيتي عصبيه اليومين دول كده؟ والله كويس ان انتي ملاحظه حاجه تخصني. عيب يا حبيبتي، انا مامتك، يعني اكتر واحده في الدنيا تحس بيكي وتفهمك.
وانت شايفه ان ده حصل وما يحصلش ليه؟ علشان عمره ما حصل ولا هيحصل. يا ماما انت عمرك ما فهمتيني ولا حسيتي بيا. تقدري تقولي انا بالنسبه لك ايه؟ انا اقول لك، انا بالنسبه لك عامله زي مجوهراتك دي بالظبط، غالي عليكي طبعا انا عارفه، بس بتلبسيها في المناسبات بس، غير كده بقى حطاني جوه علبه ورمياني في دولاب مقفول، مش كده؟ على فكره انت سايكو معقده نفسيا، ايه التفكير والكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ بالعكس انا حررت نفسي منك تماما وقدرت اخرج من العلبه اللي جوه الدولاب، وكمان قدرت اعيش وابقى نفسي. عارفه يا ميار هانم، انت وكل اللي رموني وضحكوا عليا هيشوفوا مني كتير كتير قوي. مجنونه انتي ولا ايه؟ هاي يا ماير هاني. صدقت المرة دي وجيت في ميعادك وجاهز بالأمانة. بس انا يعني ليا كلمتين. ما بتدي استعبت ايدي. ايدي سيب ايدي. انا مش صيده هتقشريها بمزاجك، انا ساعه الجد بقلع توب الدكتوره والبس توب اللي يليق باللي معايا. هتكسر ايدي سيب ايدي. اقسم دماغك. مش عيب يا دكتوره تمد ايدك على حرمه. انتوا مين؟ نزل سلاحك واقول لك احنا مين. بقى هي دي اللعبة، هي تجيبني وتسلمني ليكم. اتحرك بعد ما نمشي كلنا كده بخمس دقايق، ده اللي حلو بقى، واديني الخزنة اللي في سلاحك. جدع، يلا بينا يا رجالة. في ايه؟ في نسخ تانية؟ ما عنديش أوامر أقول لك على حاجة. يلا بينا يا رجالة. سلام يا دكتورة. حار. هلا انت ايه اللي جابك؟ اقول لك ايه اللي جابني؟ لقيت نفسي قريبه منك وشفت صورتك فقلت اجي اسلم عليك. ودخلت ازاي؟ والناس اللي بره دول هتسابوك ازاي بس؟ الناس اللي بره دول مش دريانين بحاجه اصلا، مشغولين جدا. انت خطر. من ناحيه خطر فانا خطر. اقول لك، عارف انا عامله زي ايه؟ عامله زي سلك الكهرباء، ممكن يموت وممكن يدور. المهم ازاي تعرف تتعامل معاه؟ مع اني قلقان من طريقه دخولك حياتي، ومع انك ممكن قوي تبقي كمين بعتولي واحد من المنافسين بتوعي، الا اني مش قادر غير اني اعمل لك مساحه كبيره قد كده عشان تخشي منها. عارف انت مش عارف تعمل حاجه غير كده ليه؟ ليه؟ عشان انت متاكد ان انا مش اي حاجه من اللي انت قلتها دي. ما هو يعني مش معقول اخت الدكتور عمر النواوي هتبقى مرشده الناس مرشحه نفسها. امال انت ايه؟ انا واحده شافتك عجبتها قربت منك بس كده. مع كل فرق السن اللي بيننا ده؟ مع كل فرق السن اللي بيننا ده، ايه رايك بقى ايه؟
الله ايه الحلاوه دي، انا مش قد الجمال ده. يا سلام ايه الحلاوه دي بجد يا عمر، انت شايفني حلوه كده؟ انا مش شايف غيرك اصلا. امال ليه بتبعد عني؟ مش عايز تقر. تبعد فين؟ ما انا بقرب اهو. قصدش كده، اقصد اني يعني لا 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 لا، التاني ده كان ظرف وراح لخياله. خلاص انسي انسي انسي. احلف دلوقتي. امرك، خليني في دلوقتي. ايوه انتي عارفه انه انا رايي ان احنا ما نضيعش ولا ثانيه بقى، نخش في الموضوع على طول. مش كده؟ عارفه ان دي اول مره، اول مره، اول مره احس الاحساس ده. هتصدقني لو قلت لك انك اول احساس في حياتي؟ بجد؟ بجد. طب احنا بنضيع وقت ليه؟ يلا بينا. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرة اكتر. يلا يلا. نسيت نسيت اقفل الجرس. طب معلش يا حبيبي، يمكن حاجه مهمه ولا حاجه. اه طيب خليك انت. الو، ايوه، ايه ازاي يعني؟ زي اي واحده حامل. مش عيب يا دكتور انت تسال سؤال زي ده؟ بقول لك نفسي في سوشي، ولا انت بقى عايز ابنك يطلع له عصايتين في عينيه؟ ده كلام يتقال برضه دلوقتي؟ ايوه ازاي يعني؟ مش عارف مين عصايتين. ازاي يعني ازاي؟ طب انا هقول لك حاجه احلى. ايه رايك اجي اخدك وننزل ناكل سوا زي زمان بره؟ ايه؟ عمر يا حبيبي انت ساكت ليه؟ ازاي؟ اوعى تكون مزنوق. لو مزنوق مش مشكلة، أهم حاجة ابنك. أنا مش سامع حاجة أصلاً. إيه؟ أنا هحط التليفون على بطني علشان تسمع ابنك، هو بيقول لك يا بابي عايز سوشي. مش هينفع دلوقتي، بعدين، بكرة. دلوقتي مستحيل. سامع؟ بقول بعدين. عمر انت رحت فين يا حبيبي؟ ارحموني بقى، ارحموني. الو، الخط بيقطع، الخط بيقطع بيقطع بيقطع. الو الو الو، يا ساتر، ايه ده؟ ستات بتتدلع. ومين دي بقى يا بيبي اللي واخده عليك لدرجه انها تتدلع عليك في وقت زي ده؟ دي 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 دي. صدق الله العظيم، في ايه يا مغاوري؟ يا ست هانم في ايه؟ حاسب هتقع. الحمد لله يا ست، الاستاذ حافظ. ماله؟ الراجل الكباره الكمل. حصل ايه؟ ما بيحرمش يا ست، ما بيحرمش. جاي سكران طينه؟ لا، وايه؟ معاه واحده، انما ايه بقى؟ استغفر الله العظيم، زي القمر. استغفر الله العظيم وزي القمر، الاثنين مع بعض؟ ايه؟ امال يعني اكدب يعني يا ست ولا ايه؟ حصل الكلام ده من امتى؟ بقاله يجي ساعه كده. وانت لسه جاي تقول لي دلوقتي حالا؟ ماني كنت بتفرج عليهم الشباك لحد ما قفلوا. اه طبعا، وجيت تفتن عليه لما قفل الشباك، مش كده؟ ايه نعم. بتقولي حاجه يا ست؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هلاقيها من مين ولا من مين يا ربي؟ اختبار، اختبار تليفون، كان اختبار. وانت ان شاء الله كل ما هيجيلك تليفون هتبقى كده كده. اللي هو ازاي يعني؟ اللي انت عامله ده. تعمليش منها قصه يعني، ما حصلش حاجه. ايه
لما انت ما بتحبنيش اتجوزتني ليه؟ مين اللي قال كده بس؟ اي واحد بيعمل اللي انت بتعمله ده يبقى ما بيحبش. انا ابتديت احس ان احنا اتسرعنا، كان لازم نعرف بعض اكتر. انا مرض مخك راح لبعيد خالص. انت اللي رحت فين يا عمر؟ انت مش حاسس بيا خالص ومش معايا. انت خايف مني؟ خايف من ايه؟ واخاف منك ليه بس؟ امال ليه مش بتقرب مني؟ مالي مشغول شوية. مشغول بمين؟ وانا في حضنك. خش خش الحق. ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ فرح عنده جاي. انت انا مصدقت انا نايمته. وقاعدة كده ليه؟ وقاعدة كده ليه؟ وازاي ينام على حجرك؟ لما يصحى يا اختي بتسأليه. ما يصحى يا اختي؟ انت يا بنت انت شفتك فين قبل كده؟ لما بسلامته يصحى يبقى يقول لك، ولو مزنوقة قوي وعايزة تعرفي اسألي اسم نبي حرص وصينه اللي جنبك ده وهو يقول لك. عمر تبقى تعرفها. لمار ايه في ايه؟ انت مين؟ اركب عربيتك وشوف لك ركله في مكان تاني. انا باركن هنا كل يوم يا عم. مقفول النهارده في صيانه. صيانه ايه؟ انت هترغي؟ اتكل على الله. بقى انا فناطك وانا بطاقك وافتح لك طاقه القدر وانت تعملي معايا الدنيا. جريان يا زي باشا، هو انا كنت عملت ايه يعني؟ خلي الحوار في الدغري عشان الكلام يجي في العدل، لان اي حواديه معايا اخرتها سد. ونعم الشريفه ما عملت حاجه، ده انا بنت غلبانه بجري ورا لو بتعيش. الكلام ده تقوليه لاي واد كورك تسلميه، انما مش لناس. ابو سيدك ابو سيدك سامح المره دي. هي المره عندي مره واحده بس، والبرهان قدامك اهو. جتة ملهاش متوى وبيتكم خلاص بقكم تراب. يعني انت دلوقتي يا حلوه بقيتي في الطل. صلت مرت. ابو سيدك اعتبرني مسحت رجليك، سامح المره دي عتقني. ابو سيدك الله يخليك. ما تخافيش، انا مش هموتك برصاصه ولا بضربه سكينه ولا بضربه مطوى ولا محروقه. عارفه كل ده ليه؟ لان انت غاليه عندي قوي. انما انا بقى هموتك موت على الكيف. اصل العيال اللي ورايا دول كل واحد فيهم عاوز حته منك. يلا يا اولاد اتعشوا. حاولي لا اعملوا كل اللي نفسكم فيه عشان انا عايز اتموت بمزاج. يا باشا يا باشا يا باشا. حكومة. ايه؟ حكومة. اخلع انت وهو حكومة. كانوا هنا يا باشا. هما راحوا فين؟ معرفش. والجراج ده بيبقى ضلمة كده على طول؟ عمره ما كان ضلمة. طب قدام وريني. اتفضل. تعال. يا رب استرها. استرها معانا والنبي يا رب. يا رب. ده انا تايب تايب وناوي على الاستقامه. مش عدل نبي يا رب. انا
انا تعبت من الاختبارات بقى، كفايه اختبارات كفايه. والنبي سترك سترك عشان خاطري، النبي يا رب استرها معايا. اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتك. بتكلم مين يا بيبي موطي صوتك كده؟ بسم الله من الشيطان الرجيم. والمصحف والمصحف بكلم ربنا. يا راجل يعني مش بتمسح الرسائل كالعاده يا بيبي؟ رسائلي رسائلي ده الدعاء ده هو. انا كنت بقرا الدعاء بتاعنا عشان ربنا يكرمنا مع بعض ويصرف عنا الشيطان. طب تعالى يا اخويا نصرفه مع بعض الجو. تعالى. برضه مش مصدقيني، لا حول ولا قوه الا بالله. اشمعنى زمان كانوا بيصدقوني مع ان كان كل كلامي كذب؟ استرها معانا يا رب، استرها معانا. ما تحاولش تضحك عليا بأي كلام، أنا خلاص زهقت بقى يا عمر. والله العظيم والله العظيم كنت واقف بقول الدعاء اللي هو الدعاء بتاعنا. بطل الكذب بقى يا عمر أرجوك، أنا سامعاك في وداني وأنت بتتكلم، وأول ما شفتني قفلت التليفون على طول. فين ده؟ فين ده؟ آدي التليفون، آدي التليفون، بصي شوفي في رسالة في مكالمة. امشي بصي بنفسك. لا والله هتمسحها كالعادة، ما أنت بتمسح المسجات والتليفونات كلها كل يوم. يا حبيبتي ما هي دي مسجات المرضى، استفسارات العيانين والعيانات، أخليها ليه على تليفوني؟ انت كل يوم بتثبت لي ان احنا اتسرعنا في الجوازه دي يا عمر. يوه وانا كل ما اتكلم معاك هتقولي البق الخيبان ده، في ايه بقى؟ عشان دي الحقيقه يا عمر، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا احس ان انا مراتك وعملت كل اللي اقدر عليه، وانت ولا انت هنا دايما بتهرب مني باي حجه. دي اول مره في حياتي ارقص. كلامي بجد النبي، ده انت راسك خطير، ده عجبني جدا. عمر انت مستفز قوي يا عمر، مستفز جدا. مستفز جدا ليه؟ يوه استني بس استني، انا بهزر معاكي، بهزر يعني عشان بدل ما انت معقده ومكلكعه كده بفكك. بدل ما انا مكلكعه ومعقده كده فك انت بقى يا عمر. لا 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 حس بيا انت بقى يا عمر. صلي على النبي يا ماما. انا خلاص تعبت يا عمر. بالراحه يا ماما مش كده. اوعى كده، عايز انام يا عمر، اوعى كده. طيب طيب جهزت كل حاجه؟ العينات تمام وسبت بيحضروها جوه. طيب مفيش اي حد من اخواتنا البعض دول في المستشفى؟ كلهم مشوا، مفيش حد موجود الا اللي تبعنا. صفو لسه شايفها انا من شويه، خلصت نبطشيتها ومشت. الحق العينات بتاعتنا حطيتها في مكانها، شلنا الاستنكار وظبطنا كل حاجه اهو كده كده. الواحد بقى يشتغل وضميره مستريح. طول عمرك امير وابن حلال يا دكتور. الله يا خبر، مش قلت لك يا دكتوره؟ بياخدوا عينات الدكتور عمر ويحطوا مكانها عينات الحاله بتاعتهم اللي مفيش منها فايده. ودي مش اول مره على فكره. انا هختفي انا بقى، بس واحد يا دكتوره يحس باي حاجه لا اروح انا في داهيه. ده هم اللي هيروحوا في 60 داهيه. صفوة غازي انت ايه طالعه كده لمين؟ مفيش اي دم، مفيش تحمل مسؤوليه، بتبصيني كده ليه؟ تقصدي ايه؟ ما اقصدش حاجه يا مامي، بس انا من حقي ان انا اغير جو، زهقانه هطق هموت. هو انت في حد عايش عيشتك؟ ده انت عايشه على مزاجك، الجامعه وخلصتيها بالعافيه ومن ساعتها مقضيها هلس وسهر، الا ما فكرتي مره تيجي تقفي مع ابوكي في الحمله. كفايه انت واقفه معاه تمام. وانت ما تقفيش معانا ليه ان شاء الله؟ مش لو باباكي نجح الخير هيعم علينا كلنا؟ لا بس انا مش هبقى سيده مصر الاولى. انت بتتريقي عليا؟
لا انا بس عايز اعرف حضرتك مين المستفيد. انت قللت الادب وما تربتيش. بدل ما تفضلي تشتمي وتهزقي وتمدي ايدك روحي شوفي جوزك بيعمل ايه من وراكي. انت بتقولي ايه؟ جوزك سياده الرئيس المنتظر، زي ما باع مبادئه القديمه واحلامه الورديه مع اول دق للكرسي، باع حضرتك يا مدام، وبيجري ورا بنت اصغر مني في السن، وبكره هتشوفي صوره مع الفيسبوك. عفا ربيع، الكلام ده صحيح؟ صحيح وبتاع ايه؟ انت بتصدقي الكلام الفارغ ده؟ امال ايه حكايه الصور بتقول عليها دي؟ هي صوره خدوها لي واحده من الجمهور بتاعك كانت واقفه جنبي. دي تبقى مصيبه لو نزلت على الفيسبوك. انت عارفه ان الفيسبوك ده بيلزق لي اي حاجه كل يوم. انا لازم اكلم شباب الحمله يعملوا سيرش عليه حالا. ميار انت بتصدقي الكلام ده؟ انا خايفه ان حاجه زي كده تنزل تضيع لنا الدنيا، تبوظ لنا كل اللي احنا عملناه. مش عايز سمعتك تتلط، الموضوع ده ياثر عليك جدا وياثر عليا، لازم اكلمهم حالا. الو ايوه يا عادل اسمعني كويس. ادينا جينا البيت وسيبنا النصابين يسرقوا ويعملوا عمليات في الدرع علشان نعرف نتكلم. اتفضل اتكلم يا دكتور، بس اللي انا عايزاك تعرفه كويس اني مش هسكت. لا يا حبيبتي هتسكتي. انت بتقول ايه يا غازي؟ ده انا شايفاهم بعناية بيسرقوا عينات الدكتور عمر وتقول لا اسكت؟ ما هو ده اللي هيحصل يا روحي. انا مش قادره افهمك. مش مهم، المهم انك تعملي اللي انا اقولك عليه. ده انا كنت فاكرك هتاخدني ونطلع على النقابه ولا النيابه عشان نبلغ. تقوم تقول لي كده؟ طاعه الزوج فرض يا صفوة. فرض؟ انا بقول لك حراميه ويعلم ايه تاني؟ برضه مش هتتكلمي؟ اوعى تكون. ايوه يعني عايزه تبلغي عنهم؟ بلغي عنا من الاول. انت يا غازي، انت شريكهم؟ ها قلت ايه؟ هتودي جوزك السجن؟ والنبي يا اخويا خد بيدي احسن مش قادره. تعالي تعالي. ايه ده انت تاني؟ دكتور عمر يا ما حسن استضاف. وانا صلاح. اتنيل اتنيل وشيل الشنطه وخش جوه. طب اسندها شويه بس. خش جوه وشيل الشنطه. انت عارف يا دكتور ان انا عندي نزع انساني. يلا يا ابو نزعه. كل حاجه مكوش عليها. ما تبرطنش. طب مش انت مش هتبطلي حركاتك دي؟ حركات ايه يا حبيبي؟ هو انت مش دكتور نسا ودي مستشفى وانا واحده حامل؟ ما هو برضه بيقولوا لا نصيب. ترمي نفسك عفه علشان ده مكان شغلي. مكان شغلك وينفع ان انت تروح شهر عسل وتسيبني حامل كده تعبانه في ابنك؟ شهر عسل؟ مش عارف يا بنت. عشان انت حبيبي ابو ابني انا اعرف عنك كل حاجه. غوري من هنا دلوقتي عفه بدل ما تربق الدنيا على دماغك. غوري غوري. ايوه يا محمد. ماشي يا عمر. ايه ايه اصحى في ايه؟ مالك مش على بعضك ليه؟ بلاوي بلاوي وتتحدف على واحد. ازيك؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ اخبار؟ وحشتي. بلاوي ايه؟ في ايه؟ حد يقول كده هو طالع شهر عسل؟ والخبر نزل على النت. نت ايه وخبر ايه؟ عمر انت مش على بعضك خالص. انا بايظ 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 خربان يا معلم. لا اله الا الله. على اذنك انا عندي عمليه. اه صحيح، ما الناس مستنيينك من بدري. مستنيني ليه؟ ما هي صفوه متابعه الحاله. لا ما هي صفوه بقى اجازه. اجازه؟ اجازه ليه؟ يعني تعبانه شويه كده و تعبانه. شكلنا هنحتاج لك قريب. النبي بجد صفوه حامل؟ احنا مش متاكدين يعني، بس هي الاعراض بتقول كده. فيعني هنخليها تريح شويه وتعمل التحاليل، وانت لما تيجي بقى تبقى تستلمها. يا ده احلى خبر. عجبتك؟ بطل. اه طبعا. وبعدين عيالك بص هتكون واحنا بتفرق معاك جامد جدا. لا حماتك طبخلك ومحمره واكل بقى وغيزه كتير. بس لسه ايه في ايه يا ماما؟ العمليه يا دكتور. اه صحيح. طب يلا ربنا معاك يا دكتور. اتفضل حبيبي حبيبي. الحمد لله. ايه
طمنيني عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ رقص ورقصت وغنى وغنيت لعب ولعبت كلام وقلت هو زي الصنم مش عايز يتحرك يا تينا مش عايز يتحرك. طب اهدي اهدي اصل الحاجات دي اخشى ما تتخدش قفش كده. ايه هو انا قلت لك حاولت اغتصبه؟ انا اسفه قوي يا تينا. حبيبتي انا عارفه انا عارفه وحاسه بيكي وحاسه انك متضايقه بسبب ايه؟ عمر مش بيحبني يا تينا بس جات لي بتجيله التليفونات الغريبة بتأكد انه اوعي تقولي كده. عمر تاب يا بنتي والله وربنا هداه. اه تاب على الاخر. طيب قوليلي انتي لابسة كده ورايحة على فين؟ رايحة البازار في شوية حاجات لازم اخلصها قبل السفر. وعمر عارف؟ طمني مش انا اللي اخرج من بيتي من غير ما اقول لجوزي. للأسف اتربيت على كده. انت عارفة يا لمارة كل مادة بتزيد محبتك جوه قلبي وبتزيح القلق اللي كان على صدري من ناحيتك. يا ريت تعد أخوكي يمكن محبتي في قلبه تزيد. على إذنك. وغمرات إيه وهباب إيه اللي كنت بتنيلها يا عمر؟ بلا خيبة. عملوا فيك إيه ولاد الكلب دول؟ دول شلفتوك على الآخر. خدوني على أخوانا يا بريزة. خدوني على اخوانا ولاد الكلب. خلوني خلوص ابو شرطه. الهبه راحت يا بريزه. الهبه راحت خالص يا اختي. دول الناس ايديها طايله. ده انا فلتت بمعجزه. بس الناس دول مش هيسيبوني ولا هيسيبوكي. طب والعمل؟ انا رايي تكت لك قد شهر شهرين ان شاء الله حتى سنه. اكنت فين يا اخويا؟ هو احنا لينا مطوه تانية؟ ما انت لو كتيتي هنا هيجيبوكي وساعتها مش هبقى في معجزه. فديكي زي ما انت شايفه كده خلوصي ما بقاش خلوصي قدامه فتره عشان يرجع تاني. دول قتلوا عم ايوب خانقوه بحبله انا شفته بعيني. الحكومه قلبت الدنيا على الموضوع ده وعايزين يجيبوا كل اي حد ليه علاقه بالموضوع. يا مالها يا ربي متقفله من كل حته كده ليه؟ انت لازم تسافري لك سفريه بعيده يا بريزه. وده جيبها منين؟ تلاقيش بطاقتك اللي معايا اديتها لواحد حبيبي يطلعها للجواز وبعد كده يحلها الف حلال. لمار وحشتيني قوي. ازيك يا سلمى؟ ازيك وحشتيني قوي. لا اقولك بقى انت اللي اوحش عشان لو كنت جدعه كنت عديتي عليا وشفتيني وسالتي. يا بنتي انا قلت اسيبك غرقانه في العسل شويه. ازيك يا فضل؟ ايه هو انت مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ لا طبعا. ازاي حضرتك يا استاذه؟ وحشتني. وانت كمان وحشتيني قوي. قصدي كلنا وحشتينا كلنا يعني. بقولك ايه ما تيجي تحكي لي بقى عملتي ايه؟ استني شويه بس فضل. انت عارفه انا نفسي في ايه؟ نفسي في كوبايه تمر هندي من اللي كنت بتجيبهولي زمان. من عينيا الاثنين. الحقني بيه حالا اهو. بقولك ايه اخبار إيه؟ الشغل ايه؟ اه زي ما انت شايفه زي حال كل المحلات اللي حوالينا بنش. بس الدنيا بدات تتحرك يعني. هي بتتحرك شويه بس الناس للاسف واقفه مكانها مش عايزه تتحرك خالص وما بيصدقوا يرغوا في اي كلام فارغ وخلاص. وحشتني زحمه الشارع ده والله. تعالي انت كمان وحشتيني قوي. وحشتنا حاجات كتير يا سلمى خدنا عليها وخدت علينا. عارفه لما ما تبقيش واخده على نفسك ومستغربه روحك اهو ده بقى حالنا وحال البلد كلها. لمار انت مش مبسوطه مع عمر؟ مش مرتاحه يا سلمى. اتفضلي يا استاذه. طبعا نسيتني انا خالص. ما انا نسيت نفسي انا كمان انا لسه سلمى. طب يلا ادخل على جوه يمكن حد يعبرني. حاضر. عارفه يا سلمى احساسه بيا بيطمني. بحس كده انه من دمي. يا حبيبتي انا ما قلتش حاجه بس ساعه الطبطبه دي بتتفسر غلط خالص. ايه يا سلمى الوضع دلوقتي مختلف. انا ست متجوزه ولا نسيتي؟ برضه ما قلتليش ايه اللي مخليكي مش مرتاحه كده. عمر يا سلمى عمر بقى لغز مش عارفه احله خالص. انا بقيت شبه الوانك يا امي مخنوقه جوه لوح محبوسه في اوضه مرميه فوق سطوح البيت.
ادي حلمك اللي عشتي ترسميه والموت سبقك قبل ما تشوفيه. ادي البنوته كبرت ولبست البلطو الابيض وبقت دكتوره. لسه قلبها عبيط وبيصدق الكذابين. خش يا اختي، عايزك تتكني لك هنا يومين كده لحد ما اطبق لك موضوع السفريه دي. انت ما لقيتش غير الافواه تحجرني وصيهم يخلصي. على الاقل يا هبله محدش فيهم يفتن عليكي، ولا الحكومه ولا رجاله نيازي. انا قلبي مقبوط والنبي ما تسيبني. يا بنت هسيبك فين؟ وبعدين احمد ربنا ان احنا حيين، ده احنا كان فرد الكعب وننام جنبهم تحت. خلص المصلحه ورجع لك على طول. طب هو انا مش عندي ليك فلوس؟ اديهم لي يا اخويا وانا اخلص نفسي. تخلص نفسك من ايه يا هبله؟ وانت هتسيب فكرك هيسيبوكي؟ ده انا اول ما يشموا ريحتك هخليكوا تحصلي عم ايوب على طول، ده غير الحكومه كمان. تشوف يا اخويا. ايوه عايزك تعالي كده واسمعي كلام خلوص يا حبيبك. خلص المصلحه ورد على طول وهجيب لك لقمه معايا. يلا سلام. مأكولاتها ببال منفذة على بعضيها، وإحنا يا دوب رايحين جايين جايين رايحين. ما تاكلي حتة اللحمة الحلوة دهي. الله يرحمك يا عم أيوب. ومن ساعتها حسيت إن الكلام خلاص وقف في بقي ومش قادرة أتكلم ولا فضفض مع حد. أنت لاهية نفسك في إخواتك كالعادة. ما انا لو ما عملتش كده هطق يا مونيكا. تينا انت ليه حابسه نفسك في حكايه خلصت يا حبيبتي؟ ما تحاولي تبتدي حاجه تانية غيرها جديده. انت لسه شابه وجميله وناجحه والف مين يتمنوك يا ماما. سهل يا حبيبتي تتجوزي اللي يتمناكي، لكن صعب تلاقي اللي انت تتمنيه وتحبيه بجد. انا جربت الحب مره ولما جيت اطلق تعبت قوي، بس من رغم من كل التعب ده كنت شايله جوايا حاجه حلوه. طبعا لحد ما شفتي دكتور غازي. الحقيقة إحساسه كان باين في عيني قوي، وكلامه ليا واهتمامه كان في حاجة غريبة لدرجة خليتني أحس أو أنسى يعني فرق السن اللي بيني وبينه. الحب ملوش أي علاقة باللي أنت بتقوليه ده. الحب ده قضى، لما بيطب بيتكتب. عندك حق، يظهر إن مكتوب عليا إن أقعد أدور طول عمري على أنا مش لاقيها، وأول ما الاقيه يتكتب لحد غيري. نصيب.
الجميل حابس نفسه ليه؟ أنا ولا أنت؟ أنت اللي حبستني في البيت، مش قفلت الباب بالمفتاح وأخدت الموبايل وبوظت لي تليفون البيت، حتى النت فصلته. أنا مش عارفة أنت بتعمل معايا كده ليه؟ أحميك يا روحي من نفسك. مادام اللعب بقى المكشوف، ممكن تجيب من الآخر وتقولي أنت عايز مني إيه بالظبط؟ والله كلك نظر. مش فاهم يعني. شوفي حريتك تمنها كام وقوليلي. يا خسيس يا بيئة يا واطي، بان على حقيقتك. لا 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 لا، كل كلمة زيادة العداد بيعد. ده حيوان. تتجننتي؟ كمان بتضرب؟ وكسر لك عظمك وخليك ما تسويش نكله في سوق النسوان. سامعاني ولا لا؟ تعالي هنا. قومي قومي وادي بقى عيانه عشان بعد كده ما تمديش ايدك على غازي. بصي لي هنا. ماني سايبها وماني هسيبه يتهنى بيها. العيون بقت مفتحه علينا والحكومه قلبت الدنيا بعد عمله البيت. ولو والله ما هتركهم لحد اخر طلقه في سلاحي. اخر طلقه ده جربت والفلوس شحت. الرجالة دي لو زهقت يا متعب قول علينا السلام. يعني ايش يا دهشول؟ ايش يا شباب؟ ايش؟ احنا طول عمرنا على الخير والشر. ايش اللي صار يا دفاس؟ ايش اللي جد يا سليم؟ اللي جد ان مفيش شغل يا ريس متعب. خلاص ننزل نلم لنا قرشين ونرجع. كيف؟ حركة الأول كانت سهلة والحكومة عميانة، إنما الحين قطرنا. كل ده ليه؟ عشان خاطر عيون السنيوره بنت عمك. اخرس والله فرغ سلاح في نفوخك. بدل ما نكتب في بعضينا لازم نلاقي حل. ايش اسوي لكم؟ شغل ما تبون تشتغلون، صبر ما تبون تصبرون، خلاص اتركوني لحالي. انا بقى عندي الحل وفلوسه ياما. ايه في ايه؟ يا فندم جالنا دعوة مهمة جدا من نقابة السفارة. أنا مش قلت محدش يخش عليا خالص. يا فندم بس دي دعوة مهمة جدا. كلمة ورد غطاء، أنا قلت محدش يخش عليا، اتفضلي من قدامي. أوكي أوكي يا فندم. هتكون راحت فين يعني؟ قفلتي التليفون ليه؟ أنت جاي تعمل معايا تحقيق ولا جاي عشان تتكلم؟ لا أكيد جاي عشان أتكلم. خلاص كده. ايه الطريقه اللي انت بتتعاملي معايا بيها دي؟ يا ابني ارحمني بقى، وانت كان نفسك تطلع مخبر وتلخص تقول بقين. مخبر وبقين؟ بذمتك دي طريقه تخليني اعرف اقول كلمتين حتى على بعض؟ خلاص ما تزعلش، بهزر. سما، اه انت في حد في حياتك؟ طبعا في حد في حياتي. السؤال ده مين بقى وامتى وازاي؟ مش بقولك مخبر. بص يا سيدي، انا في حياتي اخويا عمر واختي تينا وعمو حافظ وكم واحده كده ملهمش لازمه على كم واحد برضو ملهمش لازمه. والله لا مش ده سؤالي خالص. امال ايه؟ باختصار كده انت مرتبطه بحد؟ وانت مالك؟ لما بعايزه اتقدم لك واخطبك يبقى مالي. ها؟ يبقى مالي. هي نوها تعرف الكلام اللي انت جاي تقوله لي ده؟ ونوها ايه علاقتها بالكلام اللي احنا بنقوله ده؟ لما تبقى بتحبك يبقى اكيد ليها علاقه. ايه؟ بتحبني؟ النبي انت مدريان بحاجه اصلا. اوعى بقى سيبتي منك. استني طيب. انا بقى رايحه فين؟ مراجع دماغ. استني هنا. لا ما خلصناش كلامنا. طب استني بس. استني. بقول لك اوعى ايدي. احنا لسه ما اتكلمناش. احسن برضو. مراجع دماغ. اصبع عيل مقرف. تينا؟ دي صاحبتك اللي جايه تذاكري معاها؟ انت عرفتي ان انا هنا ازاي؟ وكل ده اللي يهمك؟ فاكره نايم على وداني؟ فندم بس انا كنت عايز اقول انت تخرس خالص. انت لو كنت شاب محترم ما كنتش تضحك على بنتي في السن ده وتخليها تقابلك من ورانا. يا تينا مش كده طيب، عشان خاطري. خاطرك ايه؟ خش ركب العربيه. خش العربيه. والله العظيم حضرتك فاهمه. والله العظيم حضرتك ما ينفع معاك غير كده.
صدمة مش كده؟ انت؟ انا مش حد غريب ما تقلقش. انت عاوز ايه؟ اتفضل انزل. والله يا حبيب والله العظيم الكلام اللي بتقوله ده حبيب. يا راجل ده احنا حبايب يعني ستر وغطى على بعضينا. انا سابق وديتك الفلوس دي، لكن لو انت عايز تعملها ابتزاز مستمر انا هيكون لي تصرف تاني. لا انا طلبت منك مبلغ بعت لي نصه بس وانا فوتها عشان خاطرك، انما تاخد البيت واطلع انا كده بلوشي لا. شكلي قدام نفسي بوحش وداري ساعتك ما تفضلش بكده ولا ايه؟ بيت ايه وبتاعي؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه اساسا. البيت الموزة اللي زي لحظة القشطة، البيت اللي في سن بنتك تقريبا، صح ولا ها؟ اسمع انا ما وريتكش لغاية دلوقتي غير الوش الحلو. وانت ما عندكش غير الوش الحلو وان شاء الله مش هنشوف غيره، وده عشان خاطر البيت اللي زي القمر وقوم في حته صغيره قد كده عشان المدام. انت عاوز ايه؟ حق عرب خلو ورجلي في الحكايه دي. قلت ايه؟ يا لهوي مين؟ خفيش يا بيت، في ايه بس؟ سلام على اهل السلام. تاخرت ليه يا خلوص؟ عم سرعه بريزه يا اختي، ما انت شايفه برجل واحده خلاص، ولاد الكلب خلوني زي العجزه. الله يخرب بيت ابوهم. خدي جايب لك لقمه بالبيت. انا مش عايز اكل، انا عايز امشي من هنا. هيحصل سون يا اختي، انا ظبطت لك الموضوع مع الراجل وباذن الله هتهج قريب. ههج اروح فين؟ بلاد الله واسعه يا اختي، اضربي لك بس انت شقتين الفول دول ومالكيش دعوه بالباقي. هو انا كل ما اسالك سؤال تغزلني وتوهني يخلص لي لحد ما نجيب الجون بعون الله. نفسي اعرف بتفكر في ايه يا خلوصي. هقول لك، بس انا عايزك تضربي شقتين الفول دول وترزعيني شويه عرقسوس كده احسن ريقي ناشف، وتصلي على اللي يشفع فيكي. اللهم صل عليك يا نبي. انا في دماغي كده شويه ترتيبات، لو حصلت كل حاجه هتتظبط باذن الله. خلوصي انجز يا اخويا وهات من الاخر. لا انجز يا اختي، ليسن تو مي. عارف يا دكتور؟ ايوه. الجزيره اللي انت رايحها دي فيها مساج عالمي وشويه زيوت بقى، انما ايه؟ اديني احكي لي تفكك من النيله السوداء اللي انت فيها دي. انا اخترتها لك على الفرازه. انت عارف اكتر حاجه قلقاني انك انت اللي مختارها. بتجاملني. تينا يا حبيبتي كفايه عياط، انا ما استحملش. اعمل ايه يا حبيبتي؟ مش بايدي يا لمار، اول مره عمر يسافر ويسيب. طب ما كنت جيتي معانا وخلاص. معقولة هاجي معاكوا برضه في شهر العسل؟ انت بتقولي ايه؟ انت عارفه ده مش اخويا، ده ابني. حاضر حبيبتي حاضر. وانت كمان خلي بالك منها. ها طيب مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ هتوحشوني قوي. يلا يا حبيبي يلا بينا. لما الفين سما يعني انتوا فاكرين ان انا هيهون عليا تسافروا من غير ما اسلم عليكم؟ وبعدين يعني ما تصحوني؟ ايه الندالة دي؟ مش ممكن، انا اصلا ما كنتش نايمه، انا بستحمل. شمسوبه هتوحشني. وانت يا حبيبي هتوحشني يا عروسه. يا حبيبه قلبي بقول لك ايه، في بقى شويه اعشاب هناك، انما ايه دمار شامل. انا بس عايز اسال سؤال. انت مين اللي مسلطك عليا؟ يا راجل ايه يا راجل؟ الحق عليا اللي بظبطك بدل كسره نفسك دي. انت بتدمرني. عمر لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا بقى عشان ما تاخرش. يلا حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تنساش العشاء. وانا رايح البيت. العشاء
مليتين اسم مليتين يا اختي يا اختي اسم مليتين اسم مليتين يا اختي يا اختي عبدالي يا اخواتي اسف يا اخويا اسف انا شفتك فين قبل كده اخسى عليك لحقت تنساني ده انا ازعل منك واخد على خاطر لا لا مش نسيك انا فاكرك قوي ايوه انا فاكرك قوي قوي تعالي تعالي عندك لا يعني انت ما تجيش انا عايزه هي ايه هلا ده انا بشبه عليك انا شفتك فين قبل كده انا انت قصدك اللي كان بيطبل ايوه لا مش انا انا صح التاني كان بيطبل صح عندك حق انت بتمطول صح بقولك يا اخويا نعم كنا عايزينك كده نفك معاك في كلمتين جوه لا ما انا هفك معاها هي خليك انت الله عايزك تركز معايا كده عشان ايه الموطوة دي بتشتغل لوحدها لا يا شيخ هندخل نتكلم كلمتين ونتكل على الله على طول يلا بينا كلمة سر كلمة سر سر اصل ده كلام سر ما ينفعش انت تسمعه عشان انا وياه نتكلم كلام سر انا ليه حاسك ابوسنا كده اخويا بقول لك ايه احنا نسيبها هنا وندخل وانت نقول كلمتين سر لا بس منظرك هيبقى بايخ لو جيت معانا انت حر انا يلا بينا اخويا هنرقص يلا هنرقص يا اختي يا اختي يا جمال امك ما خلاص بقى يا عم غني من قلبك انت صوتك لحسن نايم هو مين اللي نايم اللي جوه لحسن يصحى هو مين اللي يصحى مغوري مغوري يا اختي اسمع اللي طب يلا بينا يا اخويا شوط صوتك خليك انت معاه عشان لما يصحى تدينا خبر هو مين اللي يصحى اوه ده انت غبي تعال خش برجلك اليمين يا حبيبتي مش بقول لك الباب ما يسعناش احنا الثلاثه خلاص ندخل انا وانت اخويا تعالي تعالى بنتك خلاص ما بقاش يهمها حد انت ما شفتش عملت فيا ايه عشان بس بسالها مالك طردتني من اوضتها وبهدلتني وانت لسه ما افتكرت تساليها يا مالك دلوقتي ما تقول لنفسك انت بتقول لي انا انا عمري ما قصرت في حق بنتي انت تضحك عليا ولا على نفسك ولا على مين بالظبط وانت حد بيشوفك ولا حد يعرف عنك اي حاجه ولا نعرف بتروح فين اصلا ما انت عارفه انا ورايا ايه لا وراك ولا قدامك ده حتى الحمله ما بقتش تروحها وغيرك شغال في كل حته زي النار يبقى قابلني لو شميت الكرسي يا ريس شوفي بقى انا زهقت من السياسه ومن الانتخابات ومن الكرسي اللي ما شفتوش هو انت ما بتتعبيش ابدا انا عايز اعرف انت بتروح فين رد على التليفون مش هرد على التليفون ارد انا شوف بتكلم مين ردي ما هو لعب عيال الو ايوه انت مين وعايزه ايه ايه انت بتقولي ايه ايه في ايه الحق بنتك يا ربيع والنبي يا دكتور انت ربنا جعلك سبب عشان تنقذ البنيه دي دي عيانه قوي انت ممكن كسبتنا خالص اسكتي خالص انت خرسي انا عايزه اعرف مين البت دي ومين اللي جابها هنا والله العظيم ولا عدامك انا لقيتها متلقحه قدام البيت
هي والمحروسة أختك. تلاقي أخوك كمان يعرفها. أدا؟ إيه؟ اتفاجئت يا حبيبي؟ أنت تعرفها يا عمر؟ أعرف يا تينا دلوقتي بس. من فضلكم بقى خديهم عشان أعرف أكشف عليها شوية. شوية؟ لا يعني بص يعني أبص عليها يعني أكشف يعني بشكل عايم يعني. أيوة دلوقتي. يلا. يا سلام. أحلى حاجة قلتها يا دكتور. ما ينفعش يا أخويا تكشف عليها على الملأ كده. لازما نختلي بيها. اطلع قدامي اطلع قدامي انت ليلتك سودا. هزار ده اتفضل اكشف يا عمر. من فضلك يا لمار لو سمحتي اتفضلي علشان انا راجل حالف قسم. ماشي يا عمر براحتك يا عمر خد راحتك على الاخر يا عمر. خد راحتي في ايه؟ معرفش بقى انا لقيتها هي اللي بترد عليا معرفتش اعمل ايه قلت لها هي عندنا دلوقتي في البيت تعالى بقى بسرعه عشان هي ناويه تطربقها على كله وتقول لهم على كل حاجه. هي مين جابت ناويه تطربقها؟ تينا ايه ايه؟ سكتش ليه انطقي؟ مفيش مفيش ايه؟ كنت بتكلمي مين ومين ناوي تطربقها ها؟ وتربقها على مين انطقي؟ اصل يعني هكون بكلم مين يعني؟ بيت؟ دراعي دراعي يا تينا دراعي شفت حاجة قومي شعري شعري طب استني بس هقولك 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 عيب كده. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ انت ايه اللي بتهببيه ده؟ بس بيني وبينك انا عذراكي انت يا اختي ازاي قادره تستحملي شغلانه جوزك دي يختلي بالنسوان وقال ايه بيكشف. بقولك ايه بقولك ايه انا مش ناقصاكي خالص ارجوكي سيبيني في حالي. ادخلي يا اختي خدي دش ساقع كده وانت تهبطي. على فكره انا ما شفتش اسقع منك في حياتي يخرب بيت برود اهلي. رايحه فين؟ تعالي يا اختي كملي فرجه دي سيما صيفي يا راحي ثلاث افلام في بروجرام واحد. ثلاث افلام في بروجرام واحد كنت برضه عمر انا ما انت لازم تاكلي حاجة انت كده مش هتستحملي حرام عليكي نفسك. برضه مش عايزة تاكل ولا عايزة تنطق بكلمة واحدة. واضح انها واخدة قرار بالانفصال عن الواقع عايشة جوا حالة رفض وعذر اختيارية. ماشي روحي هاتي جلوكوز وعلقه لها. حاضر. مش عايزة تتكلمي صح؟ خلاص بلاش تتكلمي شاوريلي حركي راسك بقى او لا. وانت خايفة من حاجة؟ ما تخافيش انت هنا في امان. هو في حد بيهددك؟ مش احنا اتفقنا؟ شاوريلي او حركي راسك. هتفضل كده كتير يا دكتورة؟ الله أعلم ما أقدرش أحدد دلوقتي. شكلها واخد شلوت معتبر من الدنيا. بس اسكتي خالص محتاجة هدوء تام. صبحي الدكتور عمر النمامي بعت لي عربيه اسعاف دلوقتي حالا بسرعه على البيت عنوان البيت اللي عندك بسرعه يلا. شكرا. بنتك انت
مش انت الاستاذ؟ ايوه هو يا تينا الاستاذ ربيع رجائي. من فضلك انا عايز اطمن عليها. هو ده اللي انت كنت بتكلميه صح؟ هو ده؟ ارجوكي مش وقت الكلام ده دلوقتي. ممكن تقولي لي هي فين؟ معلش يا سي الاستاذ، الدكتور عمر بيكشف عليها فوق. هو اي نعم امراض نسا بس هو بيفهم في كل حاجه. الله، هو حصل لها ايه بالظبط؟ لا مفيش اي حاجه، بس احنا لقيناها بقى مغمى عليها قدام باب البيت يا عيني، وبتنزف حضرتك. بتنزف؟ بريه من بنات الايام دي، بريه يا مدحت السيده واهي، سرها علينا يا رب. انا مش فاهم حاجه، هي بنتي جرالها ايه؟ عندها حاجه كده شبه الفتاء سببت لها نزيف. انا عملت اللي عليا لغايه لما الاسعاف يجي ونقلوها المستشفى. مستشفى؟ هي بنتي تعبانه قوي كده للدرجه دي؟ بقول لحضرتك نزيف. هي فايت واتكلمت؟ صعب قوي انها تتكلم دلوقتي. اموت واعرف ايه اللي جابها السعاد في بيتنا. البنت دي تبع مين بالظبط؟ رد يا دكتور، قول لها البنت دي تبع مين. والدكتور مش عارفه الدكتور هي تبع مين. ايه الدكتور؟ ايه اللي رد يا دكتور؟ والدكتور كان معاكي فوق في الاوضه، مش كنا مع بعض لما كنا فيها؟ يلا مار بأمرت انك مغير البدله بتاعتك وهي في الاوضه جوه ونايمه على السرير يا عمر. ما تعرفهاش يا عمر؟ يا اختي زي اللي زي ده هيعرف مين ولا مين؟ دايما بيشوف والعين ملهاش مخ يفكرها. انا عايز اعرف دلوقتي حالا البت دي تبع مين بالظبط. احنا تبنا الى الله. تبعي انا، وانا اللي اتصلت باستاذ ربيع عشان يلحقها. انت يا سما؟ ازاي بقى يا سما؟ انت تعرفيها وجات هنا بتعمل ايه في وقت متاخر زي ده؟ صاحبتي، وكانت جايه تقولي على حاجه كده لحد ما تعبت وقعت زي ما شفتوها عادي يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن بعض الظن اسم. وكل واحد فيهم يا أخويا وشه جاب ميت لون، والدكتور عمر بتاعكو ده قاعد يبص للبيه القبها اللي لسه جاي، والبيت أخته تبص لعمر، والبيه القبها يبص لهم هما الاتنين، والولية كبيرة اللي اسمها كتفينة قاعدة يا أخويا زي الطيشة، لا ليها في الطور ولا ليها في الطحين، والغندورة يا حبيبي العروسة قاعدة هتموت من الغيظ، لغاية يا أخويا ما المزغودة الصغيرة جت ولمت الدور وقالت الإحكت صاحبتها وجاية تزورها. بس أنا أقول لك على حاجة، والنبي أنا أقطع دراعي من هنا لهنا إذا ما كانت البت دي بتكسب. هموت وأعرف أنت ناوي على إيه بالظبط. آه، وهكون ناوي على إيه يا حسرة؟ أدينا بنخبط وسلام. اديني ريقة حلوة، اديني أمارة ميت مراتي. أهو أديني ساندة دماغي على كتفك، بلاش طمع. لا طمعي، أنا هطمع أكتر من كده. يا ربي، إيه اللي أنا فيه ده؟ ابني حبيبي، معايا ومش معايا، مراتي في حضني مش مراتي، وانا دايما كده متشعلق في الهوا، لا طايل السماء ولا طايل الارض. يا اخويا ما تصعبهاش قوي على نفسك كده، الدنيا كده ماشيه غصب، واللي زينا اسلم له يطاطي للريح. يطاطي؟ انا حطيتي اكتر من كده. يا ريت اكتر من كده يا حبيبي. كده؟ ايوه كده اهو كده اهو كده اهو. اهرشي لي ضحيه. الجوازه دي لازم تتم باقصى سرعه، دخولك البيت مهم جدا بالنسبه لنا. انا عمري قلت لك على حاجه وما عملتهاش؟ الصراحه لا، انت اذا وعدت وفيت. الدور الباقي عليك بقى يا دكتور، انك توفي بوعدك. نصيبك في المستشفى جاهز، وبعدين اخته كمان يا عم عندها مركز شعر وكوافير وفلوس قد كده، خلصني منه وحلال عليك كل ده. انا عايز نصيبه هو يا دكتور، ده كان الاتفاق اللي بينا. انا خايف يوصل لصفه. مرتضى قال له انها سافرت وانا اكدت له المعلومه. بس عمر صايع، ممكن الحكايه دي ما تخلش عليه. يا مرتضى في ايه داخل علينا هجم كده؟ مفاجاه دكتور، مفاجاه من العيار التقيل. عارفين الحاله اللي دخلها عمر امبارح تبقى مين؟ مين؟ عفه ربيع رجائي. طب ودي ايه اللي هيجيبها مستشفى امراض نسا؟ ما هي دي المفاجاه دكتور، البنوته طلعت حامل. الحمد لله على السلامه.
انا فين هنا؟ في المستشفى طبعا، ما انتش داريانه بروحك، ده انت حالتك كانت صعبه قوي. ليه وانا عندي ايه؟ ايه ده الدكتور عمر الله يكرمه عمل المستحيل عشان يلحقك انت والبيبي اللي في بطنك، وبعد العمليه فضل سهران جنبك لوش الصبح عشان يطمن عليكي. والبيبي يا اختي احمدي ربنا، ده انت انكتب لك عمر جديد. ما تعمليش في نفسك كده، ده انت لسه صغيره وفي عز شبابك وان شاء الله هتعوضني. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. كويس جدا، كويس قوي، الحمد لله. مش على ده الصبح. الحمد لله على السلامة. سيبينا شوية يا منى. أوامرك يا دكتور. شكرا. حد يعمل في نفسه كده؟ موتته خلصت منه يا عمر؟ خلصت من ايه؟ انا لحقتك مش خلصت من حاجة. دي جات لك على طبق من ذهب، قدرت تخلص من اللي عامل لك دوشة في حياتك ومشاكل، مش كده؟ كلمة زيادة يا هفة وهيكون لي معاكي كلام تاني وحساب تاني. هتعملي اكتر من اللي انت عملته. انت اللي عملتي مش انا. انت جاية قتلها قبل ما تجيلي انا، لعب السهر والشرب وتنطيطك وسفرك ورايا في كل حته بس عشان تعكري عليا حياتي. فكرتي في الانتقام ونسيتي واجباتك ناحيته اللي انت دلوقتي جايه زعلانه عليه. ما تعمليش كل ده وتيجي في الاخر تلوميني عشان انا لحقتك. انا لو كنت عايزه اخلص منه عفه كنت سبتك تنزفي، ما كنت شلتك على ايدي وجبتك لحد هنا في نصاص الليالي وسبت مراتي وفضلت سهران جنبك. مش فاهمه ايه لازمه التحقيق ده كله. انا مش بحقق معاكي يا سما، انا بحاول افهم. ما انا فهمتك، تفهمي ايه تاني؟ ما انا قلت لك انها صاحبتي. انت عارفه كويس قوي انك مش بتقولي الحقيقه. قصدك ايه بقى؟ انت عارفه قصدي كويس. انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقوليها دي خالص. حكايه امبارح اللي حاولت تحليها بذكاء للاسف الشديد ما دخلتش عليا. عارفه ليه؟ علشان انا عارفه كل حاجه. عارفه؟ عارفه ايه؟ انا مش فاهمه انت قصدك ايه. انا عارفه حكايه البنت دي كويس، وعارفه ايه اللي خلاها تيجي لحد هنا في وقت متاخر. بقولك يا متاخره لازم امشي حالا، باي باي. يوه يا غازي، مش وقته الكلام ده دلوقتي. مالك بس يا عمر؟ كل ده عشان الحاله بتاعت امبارح؟ طب ما انت برضه لحقت الام، وده برضه اسمه نجاح. سيبك من حاله امبارح يا غازي، خلينا في موضوعنا. طب ما انت اللي عصبي قوي يا عمر. يا اخي انا مش عصبي ولا حاجه، انت اللي مستعجل. مفيش استعجال ولا حاجة، أنا كل الموضوع إني شايف ملوش لازمة نضيع وقت، إلا يعني لو عندك اعتراض علي أنا شخصيا. أكيد طبعا، يعني ما عنديش اعتراض عليك شخصيا يا غازي، أنا بس اعتراضي على جوازك بسرعة قوي كده وأنت لسه مطلق. أنتم السابقون يا صديقي. قصدك إيه؟ قصدي يعني إنك مريت بنفس الظروف دي، بس الفرق إن أنا اتجوزت كام شهر وأنت اتجوزت كام ساعة. بس طبعا في الحالتين ما كانش في نصيب، يعني عادي يعني يا عمر بتحصل. انت عايز ايه دلوقتي؟ نكتب الخميس الظهر والفرح يبقى بالليل. غازي، دينا دي مش اختي وخلاص، دي كل حياتي، كل حياتي، واللي مس شعره منها مش هيكفيني في عمره. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي. ايه دي يا مدام شفتي؟
خدي شدي لها كمها خلاص. معلش معلش بس 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 نعم يا رحمك. احنا هنقبح ولا ايه يا خلوص؟ هو انت لسه شفت قبحة؟ ده انا افرج عليك امك. لا اله الا الله، احنا بنلعب بيت ولا ايه يا اخي؟ حل عني بقى، حل عني وسيبني، وكفايه قوي اللي خليها لطم من ورايا. انف يا باريزا انف. ستوب، ده بعد ما نجرتك عملتك بني ادمه؟ والله انا ربنا عملني بني ادمه من قبل ما اشوفك اصلا. انت مالك يا بنت عامله فيها المراه الحديديه ومستويه عليها كده ليه؟ هستوى بايه يا حاصره؟ بكم ملطوش اللي اديتهم لي باليمين وخدتهم بالشمال، ولا بالراجل الخلصان اللي رميته في سكتي وحسبته عليا جوز؟ ما انت هارش وجاي عليا بالقوي يا ابن كاري. الله الله، ايه اللي تشنج ده يا باريزا؟ اتريكي مالكيش اخر يا بنت كاري. يا خلوصي اسمعني، انا بنت غلبانه عايزه تمشي جنب الحيط، لا ليا في شغل الكباريهات ولا دنيا زي دي. والنيازيه ده عامل زي البحر بيحب الزياده، مش حاجه فيه نرقص والسلام، لا ده هيبقى عايز يعريني اللي عيون جعانه تنهش فيا وهو يلم وفي الاخر يرمينا اللي يفيد منه. شاطر ماوس يا باريزا، محدش يقدر يلمسك وانا جنبك. يا بنت انا خلوص، يا بنت يا بنت احنا راس مالنا الشرف. العباره وما فيها بس ان الراجل صرف كتير ومش هيسيبك في حالك. انت بس لو ما تبيعنيش مره واحده، مره واحده بس انا هعرف اخلص منك. يا بنت يا بنت احنا بقينا فيري ريتش يا بنت، لبسنا وكلنا وتنجرنا وقبينا على وش وركبنا عربيات يا بنت، لكن نرجع مارشيدير الخلف دلوقتي الف من ركبونا. يا خلوصي احنا قبل كده كنا مدارين في شغل الليل الخفافي، واحد نضحك عليه في الضلمه، راجل نصطاده ونعميه ونصوره ونلهف من وراه قرشين من غير ما يلمسني، لكن في كباريهات مفيش الكلام ده، والغصب هيبقى على الكيف. اعتبر ده ذا اند بالنسبه لك يا باريزا. نحاول ناخد اللي نقدر عليه من الدكتور ده ونكت من الكل ونشوف اي حته نعيش فيها وتتجوزني وعيش لك خدامه طول عمري. وانا ما اقبلش يا اختي انك تعيشي خدامه ولا عمري كله ولا حتى نصه. انت يا بنت فقيره وشكلك تفقريني معاكي. اسمع كلامي تكسب وترتاح بقى زي بقيه الخلق. ها انا شكلي بحبك يا بنت ومش حاسس، خصوصا بعد التشنج العظيم اللي انت عملتيه ده. يعني انت معايا يا خلصي؟ وزيو هي موتة ولا اكتر. يلا بينا يلا بينا. رايحة فين يا بت؟ يوه لخمسيني من فرحتي. من فرحتي فرحتي توتي مع الفرحة. من فرحتي فرحتي لا بنام ولا بقى. البت دي كانت عايزة تديني كتف وتخلع. اه والله بس على مين يا مستر نياز؟ ده اللي ملوش خير في مستر نياز ملوش خير في حد. نامتها لك في بلاص العسل وفهمتها ان انا دايب فيها قوي وقع على اسناني على اخر. طب قول يا خلوصي امرنا وزير. البت دي بتحبك بجد ولا اشتغاله؟ وانا ما اتحبش انا ولا يا وزير؟ بتحب يا لجنت امور. ربنا يكرمك يا وزير. بص يا وزير مفيش مره بتحب، المره بتغوى اللي مش طالقه ايديها، واول ما تملكه تطبق في زماره رقبته لحد ما تجيب اجله. اسالني انا. وانت غاوي البت دي ولا ازاي؟ بس يا وزير ده اكل بايت مشموم ريحته وحشه، ما ينفعش خلوصي. خلوصي ده تريد مارك اهو. لا راجل يلا وتعجبني يا خلوصي. خد تاخد السيجاره دي. لا ما بغيرش. بلاش دي، خد دي. لا دي تمام دي تمام. خدامك يا باشا. يا ابني احنا كلنا خدامين لقمه العيش. بص بص يا وزير بقى، انا بحب لقمه العيش بس بحب اللي مليانه هبر، بحب الهبر انا. طب اسمع مني بقى، طالما عايز تاكل وتشبع وتملى بطنك هبر، اسمع مني بقى البقين اللي هقولهم لك دول، لان دول الخلاصه واللي فيهم الزبد. الاشاره فول سيجنال سند. لامار؟ ايوه لامار. انت نايمه ولا ايه؟ لا اصل مفيش. ايه مالك كده مش على بعضك؟ في ايه؟ ايه اللي ولا ومفيش؟ وفي عندك حد؟ لا خالص. حد ايه؟ انا بس كنت تعبانه شويه ومصدعه وكنت مريحه كده يعني. انا هتجنن هتجنن يا سلمى، مش عارفه اعمل ايه. ايه تاني حصل؟ في ايه؟ زهقت من العيشه دي. عمر حوارات وحاجات والغاز، حاجات مش مفهومه خالص. اخرها امبارح، فاكره البنت بتاعت المستشفى اللي جت فرحي وقعدت ترقص وطلعت لي يوم شهر العسل هي ومرات عمه المريبه؟ طبعا فاكراها. مالها؟ مفيش. امبارح في الليل وقعت قدام البيت
وطبت اغمى عليها، وجوزي ابو قلب حنين قلبه ما قدرش يستحمل، جري بيها وراح على المستشفى. لا وايه، وبات هناك كمان معاها. لا ما تقوليش، مع مرات عمه. طب ازاي مرات عمه؟ مرات عمه ازاي؟ واضح ان انتي مش مركزه معايا خالص. سلمى لو في حد انا ممكن امشي عادي، يعني ما عنديش مشكله خالص. حد مين بس؟ تعالي بس فهمي فهمي. انا بقولك عندي صداع ومش مركزه. اقعدي بس اهدي كده وعملي حاجه تشربيها. مش عايزه اشرب حاجه، عايزه امشي. طب ممكن تهدي بس شوفي معايا حاجه؟ انا فقت دلوقتي على فكره، صداع راح خلاص. لا خلاص هنتكلم بعدين. طيب ممكن تهدي كده وبعدين نبقى نتكلم. ربنا سهل. ادخلي انت بقى نامي في الحاجات الغريبه اللي انا شايفاها قدامي دي. نيلي والله ما انت نافعه الحاجه. سلام. ها مشيت بعد ما نشفت دمي. انا اللي قلبي كان هيوقف. ما انتوا كده يا رجاله تموتوا في اللي يسبلكم، لكن اللي يحبكم تديله بالجزمه على طول. مثل ما تكون مسويالي عمل بنت الشيخ. هعمل لك زروه اطلعها من جدتك، بس فوق لي انت شويه. في حاجات كيف الوشم ما تخرج الا بالدم. ربنا يستر بقى المره دي واعرف امسك نفسي. لا يا سوسن، لا يا حبيبتي، امسكي نفسك كويس قوي. ده خامس دكتور نروح له، مش عايزين نطرد زي كل مره. ها ارجوك ارجوك، عايزين نعمر مع حد. او سيديك او سيديك او سيديك. ما انت عارف يا اخي ان انا ما بطيقش حد يلمسني، واللي انا مستغربه له ان انت عارف كل اللي بيحصل وعندك برود يا اخي ما شفتوش على حد ابدا. معلش يا سوسن، ده دكتور يا حبيبتي. مساء الخير. أهلاً مساء الخير. أهلاً وسهلاً. إزي حضرتك؟ إزيك يا فندم، أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. اتفضل كده. ليه؟ أنا مكاني هنا. ما كنتش أعرف. حضرتك أول مرة تكشف؟ لا، خامس مرة. يلا مفيش فايدة. أهلاً يا مدام، أهلاً وسهلاً. أهلاً بحضرتك يا دكتور. خير يا فندم. خير يا دكتور. إحنا بقالنا 20 سنة متجوزين. ما حصلش خلفة. الآونة الأخيرة حست كده إن هي هتحس بآلام مزمنة. قلنا لعل وعسى. تمام. لا كويس خالص. ألام مزمنة زي إيه بقى يا فندم؟ شوية وجع بسيط كده يا دكتور. طيب لا ريحي دي خالص. حضرتك يلا هنمشي. حضرتك اعدل كده عشان الدكتور يعفكش. إيه هتعدل دي بقى؟ يعني إيه هتعدل؟ معلش يا حبيبتي، معلش معلش، ده الدكتور. في حاجة يا فندم؟ لا مفيش حاجة، بس خلصت. حضرتك مطرح ما احط ايدي قولي لي الوجع فين بالظبط. انت لازم تحط ايدك يعني؟ فندم سوسن خليه يحط ايده. حط ايدك يا دكتور، وهو انت غريب. حط. هو ايه اللي ما ينفعش يا مدام؟ ايه هو اللي ما ينفعش؟ ما بطيقش حد يلمسني يا اخي. طب ما حضرتك انا لازم اعرف مكان الوجع فين. خلاص مش عاوزه. مش عاوزه يا مدام، مش عاوزه. هتطيري عين الدكتور. مش بقول لك ما بطيقش حد يلمسني يا حنان. خلاص خلاص يا فندم، خلاص مش مشكله. خلاص حقك عليكي. ما جراش حاجه، ما جراش حاجه، ما جراش حاجه. خلاص لبسي هنا. خلاص لبسي هنا. حاضر يا دكتور. اتفضل. حقك عليا يا دكتور. حقك عليا. عشان ليه كده؟ تصدق يا دكتور، تصدق بالله انا بقى لي 20 سنة متجوزها، كل ما اخش اوضه النوم اخرج معاها مستديمه. انا بقيت زي عبد الحليم في الوسادة الخالية، باخد المخدة في حضني. خلاص خلاص يا حبيبي. وعايز تخلف؟ يا ريت. يا ريت منين بقى؟ تبقى قابلني فين؟ اهو زرك ده اللي جايبك ورا. وانا لازم اعرف الحمل ده من مين. فارقه معاكي قوي تعرفي منين؟ يا بجاحتك يا شيخه، لسه ليك عين تتكلمي بعد عملتك السودة، ولسه لما ابوك يجي هيطين عيشتك. بقول لك ايه، انت اصلا مين قالك ان انا حامل؟ وفي حاجه بتستخبى ولا انت ناسيه انت في مستشفى ايه؟ بقول لك ايه يا معيار هانم، انا شايفه ان انت تمشي من هنا تجري على الحمله بتاعتك، تلحقي الفضايح قبل ما تنزل على الموقع بتاع الحمله. ولا انا كنت في المستشفى بشيل زايده، عندي اللوز اي حاجه. للدرجه دي انت مش حاسه بحجم الكارثه؟ دي مصيبه، ده انت فضحتينا وفضحتي ابوكي. عايز اعرف ايه اللي حصل وامتى. رد عليا، مين عمل فيكي كده؟ اتفضل. مساء الخير. مساء
مساء الخير يا دكتور. الحقيقة أنا ما قدرتش أمشي غير لما أطمن على عروستنا وبنت رئيسنا القادم. ها إيه الأخبار؟ بليز يا دكتور الله يخليك، إحنا مش عايزين شوشرة، مش عايزين أي حد يعرف أي حاجة. أنا من غير ما تقول أنا فعلاً عملت حسابي، منعت منعاً بداً أي صحفي أو أي إعلامي يطلع الدور ده من أساسه. أنا مقدر موقف وعارف إن الأعداء عينيهم مفنجلة ومستنيين أي وقعة لأي راجل شريك زي الباشا. بس الحقيقة بقى اللي أنا مش ضامنه دكتور عمر، أصل عمر ده متهور. بس دكتور عمر ما قالناش حاجة. هو ما قالكوش بس ممكن يكون قلل غيركم. ممكن أطلب منكم حاجة أنتوا الاتنين؟ اتفضلي يا هان. ممكن تاخدها وتطلعوا برا وتطفوا النور وتقفلوا الباب ومحدش يدخل عليها لحد بكرة الصبح؟ جدا ممكن جدا. اتفضلي يا هانم، اتفضلي نشرب اي حاجه. اجيب لحضرتك حاجه تشربيها قبل ما تنام. اتفضلي يا نشرب ولا مغطوش. اتفضلي يا دكتور. اتفضلي يا فندم. الباشا فين امك؟ جاي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. سلام. عمر ايه اللي في ايدك ده؟ طيب حبيبتي حلو قوي الفستان. ربنا يخليك. ده يا ستي نصيبك. نصيبي؟ نصيبي من ايه؟ بص يا ستي، ايه رايك الاول؟ الله، كلهم هتلاقيهم. ايه ده ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه دي حاجات غاليه قوي. بقى انا يا ستي من ساعه بدات اشتغل وانا عمال احوش ليكي انت وقت. كل ما اجيب فلوس احوش اجيب لكم حاجات عشان يوم فرحكم اقدم لكم كده ايه؟ حاجة تليق. بعمل كده حاجة زي يعني زي أبهات زمان كده يعني، يا بنتي خدي. الله يا حبيبي، أنت أجمل أب في الدنيا لينا يا عمر. أنا عايزك تبقي عارفة حاجة يا تينا، أنا عايش في الدنيا دي سند ليكي ولأختك، وأي قرش أنا عملته، أي حاجة أمتلكها، أي ثروة أنا كونتها ليكي فيها انت وسامة زي بالظبط. ربنا يخليك لينا. مرسي قوي يا عمر. يا رب كده يا رب يرزقك الخلفة الصالحة. بص يا عمر، ولدك احق يا حبيبي. لا يا حبيبتي، مفيش حد احق منك. الله 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 الله. لا 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 لا، انت مبسوطة قوي كده بجد يا تينا؟ قوي لدرجة انك عايز احضن كده الفستان وانام وانام بيه، حاسه ان بكره العيد وهلبس فستان العيد بكره. حول ولا قوه الا بالله. طيب انا يهمني انك تكوني مبسوطه، انا محضر لك مفاجاه. ايه ايه يا عمر؟ ايه الاول هنا؟ قول بقى بلاش. لا 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 قول بلاش بقى. ها بص يا ستي، انا حجزت لك سفريه في شهر العسل انتي وجوزك في نفس المكان اللي انا قضيت فيه شهر عسل. الله بك. بلاش يا عمر، بلاش يا اخويا. مش نفس الاوضه يعني، اوضه تانية يعني. مرة في أول بنينا إن شاء الله. شكرا يا مولانا، متشكرين، الله يبارك فيك. يا سما مبروك يا عريس. بالقمر يبارك فيك يا هم. ايه ده يا اختي؟ واحنا هنقعد نقضيها بواس؟ فين المزيكا؟ فين الرقص وفين الفرفاش؟ هو في احلى من اللي بواس؟ اهي المزيكا جت. يا اختي الغين دي هتبقى ليله هنا وزروع حبيبكم صيفتي صوالي من دول. يا حبيبتي الدلع 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 Thank you.
معلش انا مشغول شويه بس عشان عندي فرح. هي ايه الحكايه بالظبط؟ ايه مستشفى ايه؟ طب ينفع اجيلها؟ لا 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 هجيلها. مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هينفع اقول اي حاجه لبرداتي ولا تساليني في اي حاجه ولا فاهم اي حاجه. كل اللي انا طالبه منك حاجه واحده بس، خليكي جنبي تينا بفرح، ولما برجع بفهمك كل حاجه ماشي. ومين دي اللي انت رايح لها ملهوف كده يا عمر؟ والله ما ينفع اتكلم، والله ما ينفع اقول حاجه دلوقتي بس هفهمك. بص يا عمر، انا عايزاك تعرف حاجه واحده بس، انا هعمل باصلي وهمشي ليله تينا على خير، بس بعد الليله دي انا ماليش مكان في البيت ده يا عمر. ماشي. قصدي يعني اوكي لما ارجع نتفاهم مع بعض في الموضوع ده، اول ما ارجع نتكلم مع بعض، انما دلوقتي مش هينفع ومش هتاخر وهرجع على طول، وارجوك خليك جنب تينا. على السلامه. وصلت لمرحلة هستيرية، وبعدها اتكونت زي ما انت شايف، رافضة أي كلام وأي ناس. بس الحاجة الوحيدة اللي كانت عاملة زي نقطة ضوء في وسط ضلمة، إنها نطقت باسمك أكتر من مرة وهي نايمة. سألت قرايبها قالوا لي على اسم المستشفى، ومن المستشفى جبت تليفونك وكلمتك. هي عندها إيه بالظبط؟ صدمة عصبية شديدة جدا، واضح إنها تعرضت لاندهاك بدني ونفسي قضى على احساسها بالاخرين وخلاها تختار السكوت. ومين اللي جابها هنا؟ ناس قرايبها وبيسالوا عليها بالتليفون. ما عرفتوش ازاي وصلت للحاله دي؟ ما هي ما بتتكلمش، بس انا اعتقد في الغالب هيكون السبب جوزها، قصدي اللي كان جوزها غازي.